الخير على حضراتكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي، على كل عشاق نادي الأهلي، وحشتونا جدا الحقيقة. يمكن أول مرة نكون مع حضراتكم في رمضان أنا وأحمد، والحقيقة مبسوطة أنه أول مرة لينا تكون بتتزامن مع ذكرى بالنسبة لنا كلنا كمصريين بتخلينا نشعر بفخر كبير قوي، وهي عيد تحرير سيناء. الحقيقة كل سنة وكل مصر طيبة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما نفتكر الذكرى دي ونبقى حاسين بالفخر الشديد، وكمان بتتزامن شوية يمكن مع 114 سنة من إنجازات للنادي الأهلي علشان يكون الأفضل في إفريقيا والأفضل عربيا وفي الشرق الأوسط ومن أفضل الأندية في العالم. أكيد هنتكلم عن الإنجازات دي أكتر، بس الأول مساء الخير عليك يا أحمد، وحشتني القعدة دي. مساء الخير يا سارة، والحقيقة يمكن جمهور النادي الأهلي كله وحشنا، كل سنة وانتم طيبين. طبعا أول ظهور لنا في رمضان، حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا وحلقة جايبة حاجات كتير جدا حلوة. أولها طبعا عيد تحرير سيناء، السمع واللي اتحكاله غير اللي شاف واللي عاش، واحنا يمكن جيل عشنا فترة طويلة جدا من حياتنا بنسمع عن بطولات وبنسمع عن تضحيات وبنسمع عن أجيال عظيمة دفعت أثمان غالية جدا عشان تستعيد سيادتها على أرض مصر، لكن لما عشنا وشفنا، ومش ببالغ لما أقول خدنا حرب ندافع فيها عن بلدنا وعن مستقبلنا وعن مستقبل أولادنا، عرفنا قد ايه قيمه التضحيه، وعرفنا قد ايه قيمه الانتماء، وعرفنا قد ايه ان مصر بجد وكل شبر على ارض مصر غالي علينا. عشان كده الاحتفال النهارده بعيد تحرير سيناء يمكن يكون وقعه او الاحساس بيه مختلف بشكل كبير جدا عن سنين كتير فاتت. كل سنه وحضراتكم طيبين. درس من الدروس اللي بيثبت على مدار تاريخ طويل جدا هو عمر المصريين على الارض دي، على ارض مصر، انه المصريين مش ممكن ابدا يتنازلوا عن شبر واحد من ارضهم، وإنه السيادة وإنه الكلمة الأولى والأخيرة على أرض مصر هي للمصريين فقط وليس لأي أحد آخر. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وإخواتنا كمان المسيحيين طيبين بمناسبة حد الزعف. والحقيقة كمان أقول للأهلوية مبروك، ألف مبروك. امبارح كان في مناسبتين يعني كويسين جدا، طبعا المناسبة الأولى كانت تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر فريق اليد، الحقيقة امبارح شرفنا وعوضنا ورفع راسنا، والحقيقه يمكن بطوله غاليه جدا بتحققها الهاندبول، فرقه هاندبول نادي الاهلي، زي ما حضراتكم شايفين طبعا دول الابطال، لحظه الفرحه. عايزه اقول لك انه مش بس احنا مبسوطين بفريق اليد، الحقيقه عمل مباراه هايله وبطوله طبعا كاس مصر، يعني النهائي كانت او المباراه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا الحقيقه، ولكن كمان الروح الرياضيه اللي شفناها بعد انتهاء المباراه بين لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك، الحقيقه هي دي احمد اللي احنا بندور عليها بقالنا فتره، وهي دي اللي احنا محتاجين نشوفها الحقيقه في الرياضه المصريه بشكل عام. وكنا فخورين جدا واحنا بنشوف المنظر ده بين اللعيبه، والحقيقه كل الرجاله دي تستحق الفرحه دي، مباراه كانت قوية وكانوا يستحقوا الفوز الحقيقة رجالة النادي الأهلي. صحيح، الحقيقة فوز مستحق، ورد اعتبار خصوصا أنه يمكن الأهلي من يومين ثلاثة كده خسر بطولة الدوري قدام نادي الزمالك، لكن في النهاية وفي إطار منافسة شريفة مطلوب دايما أن الروح الرياضية تبقى موجودة، وأنه الخسران يهني الكسبان، والمشهد ده نتمنى نشوفه في كل ملعب مصر. خدوا بال حضراتكم أن النجوم اللي موجودة في أي ملعب والأبطال اللي بيحققوا أي بطولة بيكونوا مثل وقدوة للأجيال اللي جاية من بعدهم، عشان كده مهم جدا الحاله دي تبقى موجوده على طول. امبارح المكسب مهم طبعا للاهلي على ام بي كمان 3-1 في مباراه وفي شوط اول اعتقد كان مرضي جدا لكل الاهلاويه اللي تابعوا فرقتهم، خصوصا بعد ماتش سموحه للاسف الشديد يمكن ما قدرناش نترجم سيطرتنا عليه بشكل كبير، خسرنا فيه 3 نقط مهمه في سباق المنافسه على بطوله الدوري. لكن امبارح الحقيقه الاهلي، وخدوا بال حضراتكم بلسان الجمهور، كل ماتش الاهلي بيلعبه خصوصا انك بتلعب في ظروف قاسيه جدا، يعني انا ما بيتهيأليش ان انا افتكر انه الاهلي لعب هذا الكم الكبير من الماتشات ولسه اللي جاي كمان اصعب واسرع في تاريخ المواجهات او المباريات المحليه. ما فيش فريق في العالم يمكن بيلعب المباريات بالضغط الشديد جدا في الوقت، انت بتلعب كل ثلاث ايام ماتش تقريبا. وخدوا بال حضراتكم كمان احنا الفتره اللي جايه، يعني احنا ان شاء الله يوم الثلاث عندنا مصري، يوم الجمعة عندنا جونة، يوم الحد عندنا غزل المحلة، يعني احنا في الست ايام بس دول عندنا 3 ماتشات، يعني تقريبا يوم ويوم، وده شيء ما اعتقدش انه بيحصل في اي مكان في العالم. لكن الحقيقة امبارح، ورغم كمان انه واحد من الاسباب التانية مش بس ضغط الماتشات، لكن كمان يا سارة انت عارفة انه في فرقة كاملة تقريبا غايبة عن النادي الاهلي بالظبط، فانت بتلعبي بتنزلي كل ماتش اولا خايفة انه لا قدر الله يحصل اي اصابات، يعني احنا بننزل طبعا خايفين جدا على لعيبتنا ان احنا مش في حمل ان يبقى في غياب تاني
اعتقد هيبقى مؤثر جدا. وتاني حاجه نقطه طبعا زي ما قلت لحضراتكم بالاضافه للغيابات، ضغط المباريات بيمثل عبء بدني جامد جدا على لعبتنا، ورغم كده الحقيقه ادوا شوط اول اكتر من رائع، واعتقد ان هم حسبوا بصراحة المباراه في الشوط الاول. كنا كلنا سعداء الحقيقه باداء النادي الاهلي قدام انبي في مباراه امبارح، ويمكن كان مهم جدا انه استغلال الفرص اللي حصل بالنسبه للعيبه النادي الاهلي من بدايه المباراه، من بدايه الشوط الاول استغلال للفرص كبير جدا خلى اللعيبه تبقى مرتاحه بقيه المباراه. يمكن الشوط الثاني ما كانش زي الشوط الاول، ولكن انت اوريدي ارتحت لما قدرت ان انت تجيب الاهداف دي في الشوط الاول. وزي ما بتقول احمد، لو فكره الاصابات وفكره ضغط المباريات اللي بنتكلم عليه، فانت الصراحه مش طبيعي ابدا ان انت كل ثلاث مباريات، لا وفي رمضان يعني اللعيبه دي بتبقى صايمه برضو على ما تفطر وعلى ما جسمها يعني عوض اللي تم. ممكن اقول حاجه؟ معلش يا ساره، على البنالتي طبعا بتاع اللي جابه رامي صبري في الشوط الثاني، البنالتي ده النسخه طبق الاصل من كره محمد شريف بالظبط كده، كوره بالكربون يعني، بس هي تتحسب لانبي ما بتتحسبش للاهلي. هو السؤال الحقيقه كمان ان مش بس ليه ما اتحسبتش للاهلي واتحسبت لانبي، هو السؤال ليه حكم الفار شاف الكوره دي واستدعى محمود عاشور حكم الساحه عشان يشوف الكوره ويراجعها ويقرر عاشور بعد كده انها تحسب ضربه جزاء، وليه نفس حكم الفار ما قررش ان هو يستدعي محمود عاشور في الكره الخاصه بمحمد شريف، واللي تقريبا هي نفس اللعبه، ويمكن كمان يمكن تكون بتاعه محمد شريف الحضن اللي خده من وسطه ده تكون اوضح بكتير جدا من الكره اللي اتحسبت لامبي. انا بيتهيالي ان الكور دي او الحالات التحكيميه دي من الممكن جدا انها تكون ازمه كبيره جدا في حاله لا قدر الله لو كانت النتيجه غير فوز النادي الاهلي. يعني المباراه دي لو انتهت بالتعادل وكانت ضربه الجزاء اللي اتحسبت لامبي سمحت له انه يتعادل مع النادي الاهلي، كان الاهلي هيفقد نقطتين بفعل فاعل، مش عشان احنا كسبنا او عشان المباراه ما نتجش عنها ازمه في المنافسه او ازمه مرتبطه بمنافسه الاهلي وقدرته على المنافسه على بطوله الدوري او حساب النقاط، يبقى الامور مفترض انها تعدي بسهوله. اعتقد انه على لجنه الحكام انها تراجع مره واثنين وثلاثه، وقلنا قبل كده الحقيقه انه قصه الفار دي اعتقد انها بتساهم بشكل كبير جدا في حسم الحالات اللي ممكن تبقى مسار جدل، قلنا بشكل كبير جدا انها واحده من الادوات اللي ممكن تساعد جدا الحكم المصري على انه ينال ثقه نمره واحد، وعلى ان هو يطور هي دي كره محمد شريف، هو نفس الحضن بالظبط، نفس الشده، نفس الدراع اللي اتلف حوالين الوسط. خدوا بال حضراتكم هنا محمد شريف كان، لو نرجع اربع خمس فريمات بس يا بيبو، محمد شريف ما كانش على الارض، محمد شريف رجليه الاثنين كانوا في الفوق، وبالتالي اللاعب فاقد تماما قدرته على التحكم في توازنه، اي دفعه اي شده اي لمسه تخليه على طول توازنه يختل، وطبيعي جدا ان الكره دي اذا كانت كره امبي اتحسبت ضربه جزاء يبقى الكره دي تحسب اثنين ضربتين جزاء، يعني عشان نبقى فير اند سكوير زي ما بيقولوا. دي بتاعت امبي. رامي صبري رجليه على الارض ونفس الشده اللي اتشدها محمد شريف هي نفس الحركه اللي عملها كابتن سعد سمير مع رامي صبري، هي نفس الحركه بالظبط، بس كمان بتاعت شريف اصعب لانه شريف ما كانش على الارض، شريف كان في الهواء، وبالتالي الدفعه دي بالتاكيد تساهم في ان هو توازنه يختل، وبالتالي هي ضربه جزاء، اذا كانت دي ضربه جزاء فدي كمان ضربه جزاء. انا معاك طبعا في ده يا احمد، ويمكن ما فيش اثنين اختلفوا على ان دي كمان ضربه جزاء لو هتحسب دي. ولكن كمان على ذكر محمد شريف وكلامك عنه، يمكن انا دايما بتكلم في السادسه يعني كمان على محمد شريف، والحقيقه من اللعيبه اللي امبارح كانت كويسه جدا هو كان محمد شريف. محمد شريف الحقيقه عنده ثبات في الاداء، عنده استمراريه في الاداء، عنده مجهود كبير قوي بيبذل في كل مباراة بياخدها. اللاعب ده الحقيقة دايما بيدي افضل ما عنده في الملعب، دايما مش بس على مستوى التهديف، يعني في استمرارية في التهديف وده احنا كنا محتاجينه، كنا محتاجين لاعب في الخط الهجوم زي محمد شريف، ولكن كمان انت محمد شريف قاعد، نزل احتياطي، نزل اساسي، دايما بتاخد منه اللي انت عايزه منه، دايما بيبقى حاسم في مباريات كتير، وحتى مش بس مع النادي الاهلي، وقت المنتخب لما ما كانش بيلعب اساسي فترة كبيرة مع النادي الاهلي قدر ان هو يجيب هدف، وقدر ان هو يعني يهدف مع المنتخب وان هو يكون حاسم جدا في الملعب. والحقيقه انه ده من اكتر اللعيبه اللي دايما بشيد بيها، ومن اكتر اللعيبه اللي دايما بتكلم عنها، مش بس دلوقتي ولا بعد الاهداف اللي بيجيبها، لا من اول يوم محمد شريف نزل فيه مع النادي الاهلي. وعشان كده يمكن كان في ناس كتير بتتكلم يعني يا موسيماني يا محمد شريف ما يقعدش، محمد شريف دايما بيدي افضل ما عنده، دايما فكره التهديف عنده شغاله، ومن اللعيبه اللي
بتمثل الحقيقة خطورة كبيرة جدا على مرمى الخصم، وده طبعا احنا محتاجينه في فرقتنا دايما. مش بس محمد شريف، لعيبة كتير قوي تألقت. بنتكلم على السولية، يعني السولية لو تشوف وهو طالع ترند وكل جماهير النادي الأهلي بتتكلم على السولية. لعيبة كتير قوي في النادي الأهلي عشان ما انساش حد، بس أهم حتة دايما بنركز عليها، انت عندك الضغط ده اللي احنا مش بنشوف أندية كتير عالمية بتمر بيه الحقيقة كل ثلاث أيام مباراة. ويمكن كنت لسه بتكلم قبل ما نشوف كرة ضربة الجزاء امبارح، بنتكلم على أنت في صيام، واللعيبة طبعا بتبقى بتفقد يعني كتير من طاقتها في الصيام، وبعدها بتقدر أن أنت على ما تعمل ريكفري وتفوق وتلعب مباراة كل يومين أو كل ثلاث أيام. مجهود كبير قوي على اللعيبة وعلى الجهاز الفني وعلى الجهاز الطبي، وكمان إصابات كتير، وخصوصا إصابات الخط الخلفي دي أحمد بتبقى مشكلة كبيرة. يعني اكيد اكيد دايما بيبقى فيه لازم انسجام بين اللعيبه في كل الخطوط في الملعب او في المباراه، ولكن خصوصا الخط الخلفي انت بتتكلم على دايما منطقه حساسه جدا، لازم يكون في انسجام كبير بين اللعيبه اللي في الخط الخلفي دي او في الدفاع، لازم يكون في اللعيبه اللي ورا عارفه طريقه اللعب، منسجمين مع بعض، متعرفين على بعض كويس جدا في الملعب. يمكن قدام شويه بتعتمد على المهاره، ممكن يبقى في مهاره فرديه من كوره او كورتين تخلص المباراه، لكن الخط الدفاعي ده ومع ذلك انت بقالنا فترة كل كام مباراة او كل مباراة الناس بتتغير، لان انت عندك اصابات، دي حاجة غصب عن الجهاز الفني، ومع ذلك بنشوف النادي الاهلي حقيقة بيأدي باداء ولا اروع. حتى مباراة سموحة اللي النادي الاهلي ما قدرش او ما كانش موفق ان هو يفوز فيها، ولكن الحقيقة كان اداء برضو كويس جدا من النادي الاهلي. طبعا مجهود كبير بيبذل من الجهاز الفني ومن مجلس الادارة الحقيقة مع اللعيبة، ومش بس مع لعيبة كرة القدم. دايما بنتكلم ان الجهاز الفني في النادي الاهلي يعني بيدعم كل الرياضات، ويمكن كمان على سبيل ده امبارح كان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتمع بلعيبه طبعا كره اليد، وكان بيفطر معاهم هو واعضاء مجلس الاداره، وكان الحقيقه بيبارك لهم وبيشجعهم وبيدعمهم على المجهودات الكبيره زي ما احنا شايفين كده على الشاشه، المجهودات الكبيره اللي قاموا بيها اللعيبه وشرفونا الحقيقه بعد الفوز على نادي الزمالك في الكاس. طبعا انا بس كمان بمناسبه الهاندبول، طبعا كابتن خطيب موجود مع كل فرق النادي الحقيقه، يعني ما انا ما بيتهيأليش في بطوله او لحظه تتويج ما كانش كابتن خطيب بالحقيقه واعضاء مجلس الاداره مش موجودين فيها. وبالمناسبه الطياره اهو، الحقيقه يعني انا دايما الحقيقه بشيد بالشناوي وبقول انه حراسه المرمى واحد من اهم المراكز في اي فريق الحقيقه. الطيار الحقيقه لا يقل، اذا كنا بنتكلم على سوبر شناوي في كرة القدم يبقى لازم نتكلم على سوبر طيار في الهاندبول. لعب مباراة امبارح اكتر من رائعة، وكان واحد من اهم اسباب فوز النادي الاهلي وحسم اللقب والتتويج ببطولة كاس مصر. الحقيقة لابد ان احنا نحيي كل اللعيبة، امبارح كانت رجالة الحقيقة، ومن الواضح ان كان عندهم رغبة واصرار شديد جدا عن تعويض خسارتهم الاخيرة امام نادي الزمالك وتحقيق لقب الكاس، وده اللي حصل الحقيقة في لحظة يمكن فرحت كل الجماهير الاهلاوية. حقيقة احمد، واحنا بنتكلم كمان على الانجازات اللي احنا بنشوفها دي، كان حلو قوي ان يكون انجاز زي ده جاي مع وقت ان احنا بنتكلم على 114 سنة عدوا على تأسيس النادي الاهلي، وعلى انجازات كتير الحقيقة عشناها، وانه ورا الانجازات دي كلها يعني رجال كتير واساطير كتير هي اللي قدرت طبعا تكون ورا نجاح كيان كبير اسمه النادي الاهلي بقى على مر الاجيال. يعني من قبلنا بكتير قوي شفنا الحقيقة يعني ناس تعبت واجتهدت، ودعم من الجماهير كان نتيجته اللي احنا بنشوفه دلوقتي، كان نتيجته النادي الاهلي دلوقتي، الكيان ده اللي كلنا بنبقى فخورين، والله مش شعارات، احنا بنبقى فخورين ان احنا بننتمي للنادي الاهلي علشان احنا شايفين نادي على طول بيسعى للفوز، على طول بيسعى للانجازات، للبطولات، ما بيشبعش. ومع ده هو نادي برضو المبادئ والاخلاق والقيم، ما فيش حاجه اسمها انه حد يطلع عن القيم او القواعد في النادي. ما فيش مشوار يا ساره ابدا ممكن يكون ممتد لاكثر من 114 سنه وفي هذا الكم من البطولات وهذا الكم من النجاحات على كل المستويات، ومش بنتكلم بس على رياضه واحده، يعني يمكن الرياضه الاكثر شعبيه طبعا هي كره القدم وبطولات الاهلي ونجوم النادي الاهلي اللي حققوا بطولات كثيره جدا، يمكن يكون ليهم نصيب الاسد من الشهره، لكن الحقيقه النادي الاهلي كيان رياضي عملاق وعظيم، سواء في اي رياضه كنا بنتكلم عنها هتلاقي كم كبير جدا بطولات. وزي ما قلت في البدايه، مش ممكن الكم الكبير من البطولات والنجاحات على مدار 114 سنه يتحقق بدون ما يكون في منظومه محترفه عندها رؤيه وقادره على انها تطبق او تحقق رؤيتها دي من خلال طبعا ابطال وبطلات في مختلف اللعبات بياكدوا في كل مره انه الانتماء للكيان
وانه شرف ارتداء تيشرت النادي الاهلي واحد من اهم الدوافع لتحقيق البطولات دي، عشان كده مش غريب على النادي الاهلي يكون واحد من اعظم انديه العالم واعظم انديه افريقيا والمنطقه العربيه. وكمان يا احمد احنا تخطينا فكره ان احنا كيان للكوره وبس والرياضه وبس، النادي الاهلي هو احد المؤسسات الوطنيه وده بلا شك، وشفنا على فترات كتير قوي ويمكن كمان الفتره الاخيره شفنا كتير الدور المجتمعي اللي بيقوم بيه النادي الاهلي والدور الوطني، وان كلنا كمصريين بنفخر ان يكون في مؤسسه زي دي الحقيقه بتشرف مصر قدام العالم كله، مش بس مصر ولا بس الوطن العربي. طيب خلينا، انا يمكن قلت يا ساره في بدايه الحلقه انه يعني ما حصلتش قبل كده، كانت بتحصل طبعا، يعني بيبقى في ظروف قهريه، في ظروف استثنائيه انه يبقى في ضغط مباريات، ده شيء طبيعي وممكن يحصل في مصر او يحصل في اي مكان في العالم، والاهلي حصل له قبل كده وكثير من الانديه المصريه حصل لها انه يبقى في ضغط مباريات، لكن افهم انه من الطبيعي او المنطقي او الشيء اللي يباله اي عقل انه ده يبقى ظرف استثنائي يستمر مثلا 3-4 بالكثير 5 ماتشات ورا بعض، لكن انه النادي الاهلي يبقى مطالب منه انه يلعب 9 ماتشات في خلال شهر واحد، اعتقد ده شيء مش منطقي على الاطلاق. وانا يمكن اتكلمت في الموضوع ده من زمان حتى من قبل شهر رمضان، وقلت انه الاهلي بيعاني من ظروف صعبه جدا، وكانه بيتعاقب على ان هو كان بطل افريقيا، وكانه بيتعاقب على ان هو كان ممثل مصر وممثل القاره الافريقيه في كاس العالم للانديه. واعتقد كان في كتير جدا حلول اذا كان في رغبه او اذا كان في نيه انه الامور تعدي بشكل طبيعي، اما انه يتحط الاهلي في خانه اليك بالشكل اللي احنا شايفينه، انا بكلم حضراتكم انه في خلال يعني بدايه من يوم الثلاث، طبعا حضراتكم عارفين الاهلي بيلعب كل ثلاث ماتشات كل ثلاث ايام ماتش تقريبا. والفتره اللي جايه كمان عنده ثلاث ماتشات في خلال ست ايام، هل ده طبيعي؟ يعني هل في العالم كله، يعني نتمنى انه حد بس يدينا نموذج او يدينا حاله مشابهه انه في نادي يلعب في خلال شهر واحد 9 ماتشات، هل ده منطقي؟ هل مثلا والاهلي اعتقد هو المنافس الابرز دلوقتي او الوحيد في، لو كنا بنتكلم على دوري ابطال افريقيا هو الممثل المصري الوحيد للانديه المصريه في البطوله، هل ده يعني ما يخليناش على اقل تقدير ان احنا نحاول، وحضراتكم عارفين طبعا او القائمين على الامور او متخذي القرار عارفين بشكل كبير انه النادي الاهلي بيعاني من كم كبير جدا من الاصابات، انا ما بقولش اتعامل مع النادي الاهلي كحاله استثنائيه، لكن حط الامور في نصابها الطبيعي، حط جدول او حط مباريات مؤجله بشكل يسمح للنادي الاهلي انه يخلص مؤجلاته بالشكل اللي ما يتعاقبش بيه، بالشكل اللي ما ياثرش. انت بتتكلم على ممثل مصر، يعني هنا مش بس بتكلم على النادي الاهلي، احنا داخلين وانا مشفق الحقيقه على الجهاز الفني والجهاز الاداري النادي الاهلي اللي عندهم هذا الحمل الكبير جدا، وهم في الباك جراوند او في الخلفيه عندهم يعني استعداد لماتشات دور الثمانيه في بطوله افريقيا، يعني مطالب بتجهيز لاعبين مصابين ومطالب بالحفاظ على لاعبين بيلعبوا كل يومين ماتش بالظبط كده، ماتش تمرينه معسكر ماتش، ماتش تمرينه معسكر ماتش، مفيش حاجه كده بتحصل في الدنيا كلها. يمكن بعد ماتش الاخير اللي لعبه النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ كان اتكلم في النقطه دي، واتكلم الحقيقه كمان واستدعى يعني بعض التفاصيل المرتبطه بوقائع مشابهه قبل كده حصلت، واتحط الاهلي في ظروف ما كانش مطالب ان هو يوافق عليها، ولكن رغبه او انصياعا لمتخذ القرار وافق على ده في ظل ظروف مشابهه، لكن لما جينا الاهلي هو اللي بقى مطالب بضغط المباريات ما اتكررتش نفس القاعده، ما طلبش من منافسين من اجل مبدا المساواه والعداله والشفافيه انه يتحط في نفس ضغط المباريات، لا ده ما حدش نادى بيه او ما حدش طالب بيه. خلينا نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ، مهم جدا نسمع كلام كابتن سيد اللي قاله بعد مباراه امبي اللي فاز فيها النادي الاهلي 3-1، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه انا وساره. بجد تحيه من جديد لكل جمهور النادي الاهلي، معانا طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، مبروك يا كابتن سيد طبعا النهارده فوز مهم جدا بالنسبه للمباراه، اداء كمان مع الغيابات الكتيره النهارده في صف النادي الاهلي، لكن التحضير كان كويس رغم ضيق الوقت، راح 24 ساعه ثم تدريب ثم مباراه، حطينا في الاجواء وشايف المباراه النهارده ازاي؟ الحمد لله طبعا مهم المكسب النهارده جدا جدا جدا، بتلعب برده مع فرقه يعني عندها قياده فنيه على مستوى عالي جدا، فتلحم مباريات بالنسبه لنا يعني انا مش عارف اقول ايه الصراحه، يعني انا ما شفتش كده في حياتي كلها، يعني ان انت تلعب مباراه وبعدين بكره ريكفري وبعد كده تخش على معسكر وبعدين تلعب مباراه وبعدين بعده ريكفري وبعدين تخش على معسكر، عدد مباريات ممكن تقبله في ثلاثه ممكن تقبله في اربعه على اقصى تقدير، لكن تخش على 9 مباريات بالشكل ده لا صعب جدا يعني
الحمد لله مكاسب برضو كتيره، يعني حته ان انت بتلعب لعيبه بقى لها فتره ما بتلعبش بشكل كبير، لعيبه صغيره زي كوكا النهارده بقدم مستوى هايل جدا، مجموعه من اللعيبه ادت على اعلى مستوى. يعني الشوط الاول نموذجي، الشوط الثاني دخلنا في الجيم بضرب الجزاء، انا شايف انها شبه بتاعت محمد شريف بالظبط، يعني يمكن محمد شريف اوقع، لكن احنا عندنا الشك بالنسبه لنا لا يرتقي لضرب الجزاء، لكن الشك علينا هو يقين ثابت يعني. فمش عايز اتكلم في حاجه تخص الامور اللي هي جدليه ديت، لكن الحمد لله مكسب مهم يعني. كابتن سيد يمكن النهارده كان متواجد في المدرجات، انا عارف ان كابتن سيد على طول بعد المباراه بينزل على طول يسلم على الحكام وكده، ايه الحوار اللي دار؟ هل فعلا بالتاكيد يا كابتن سيد او حصل فعلا مشاده او حاجه زي كده؟ مش هلف وادور جدا، بمنتهى الهدوء جدا والبساطه والسلاسه جدا، يعني هي مش اسئله ولا استفسارات، هي يعني ظنون، يعني ان صح التعبير هي ظنون على المسؤول ان هو يطلع يوجهها لنا او يصحح لنا الموضوع. بتسالها وانت او عايز تستفسر منها وانت راجل موجود في المنظومه، يعني انا بلعب كل 3 ايام، كل لاول مره في التاريخ العالم كله بتلعب كل 3 ايام، ماشي ضغطنا وبتلعبنا هنا وهنا 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 وكل زي ما قلت شرحته كل 48 ساعه، ماشي خلاص مفيش مشكله، يعني انت مصمم على الموضوع دوت ماشي مفيش مشكلة. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه واللي ملوش إجابة بالنسبة لي خالص، يعني أنا هلعب بكرة أو بعد بكرة أو بعد يوم الثلاث مع المصري، وبعد كده هطلع أو هرجع للجونة، وبعد كده بعد الجونة على طول هخش على الدور الثاني، يعني هخش على المحلة في المحلة، وبعدين أطلع على الاتحاد بقوة الاتحاد ده في اسكندرية، يعني أجي من المحلة الساعة 3 الصبح عشان أعمل ريكفري، وبعد كده أطلع على اسكندرية وأرجع 4 الصبح، وبعدين أخش على الزمالك، وبعدين أبقى هلعب في أفريقيا. ماشي ما فيش مشكله، يعني انت عايز تخلص الجدول واحنا يعني احنا اللي هندفع الثمن ده والفاتوره ديت، ماشي. انت ترتيب الجدول انت لاعب في ليه؟ يعني انا مثلا في الترتيب هلعب الجونه، ده اخر مباراه في الدور الاول، لا لسه فين اسوان في الدور الاول بالنسبه لنا فين؟ يعني انت بداتني الدور الثاني من غير ما اخلص مباراه الدور الاول اصلا، يعني من غير ما اخلص مباراه اسوان فين؟ طب هبدا المحله او الاتحاد، طب فين المقصه؟ هو مش الاسبوع الاول بالنسبه لي المقصه؟ لا يعني هل هي حاجه مقصوده؟ هل هي بالنسبه لنا حاجه احنا مش فاهمينها؟ هل هي مرتبطه بالمواصلات ولا السفر؟ مش فاهم، يعني المقصه بتلعب في القاهره، فمن باب اولى وانت عارف كويس ان البطوله الافريقيه يعني حط المواعيد من زمان، هلعب 14 و21، فمن باب اولى كمساعده للفرق اللي موجوده في افريقيا ان انت تحاول، مش هتلعب في ضغطه المباريات ولا توقيت المباريات على اساس ان انت عايز تخلص الدوري، مقبول منك ما فيش مشكله، يعني المساعده والهديه وصلت لنا. طب الترتيب والتغيير في الجدول ليه؟ يعني لو انا ده انا اصلا لو انا المفروض عندي الماتشين دول عشان السفر، هتقول لي لا طب انت عشان لازم تلعب بس هلاعبك المباراتين في القاهره، هتقول لي اسوان ما هي في اسوان، لا انا ممكن اتصل باسوان ونتفق مع اسوان زي ما عملت مع المحله، اتحاد الكره اتصل بيا وقالوا لنا خلاص خلوا المحله يبقى في القاهره اللي هو الدور الاول والمحله في الدور الثاني، ماشي موافقين. يعني في امكانيه ان انا العب المقصه واسوان في القاهره عشان السفر وعشان التعب ولا وعشان الارهاق، ليه توديني المحله اللي ترتيبها في الجدول بعد اسوان اللي في الدور الاول اللي مش هلعبه خالص، مش عارف هلعبه فين، مش عارف هلعبه امتى، يعني مش عارف اسوان مش هلعب اسوان ليه، والمقصه مش عارف برده اسوان المقصه مش هلعبها ليه، يعني مش عارف، يعني هل المقص عنده حاجه مثلا احنا مش عارفينها؟ مش عارف. وبعدين اسافر المحله العب في المحله، وبعدين اروح العب الاتحاد في الاتحاد، وبعدين العب الزمالك هنا، يعني هل ده تكافؤ فرص اللي انت كنت بتتكلم عليه او بتقولوه يعني قبل مباراه الدور الاول اللي كانت من 10 ايام ولا اقل من كده، ولا كانت يوم كام؟ يوم 18 من ست ايام. يا راجل ده انا النهارده كان في شهر 24، يعني انا لعبت 18 و24 يعني 5 ايام العب فيهم 3 مباريات، العب مع الزمالك والعب مع اسوان ومع سموحه والعب مع انبي، ولما يكون عندي الجدول اللي ربنا سبحانه وتعالى كان مطلع عليه واحنا بنعمله يكون ترتيبه في الجدول كده، تقوم انت مغيره، يعني تقوم انت مغيره. انا بدات احس ان ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى في مباراه افريقيا طلعنا الثاني لسبب ما، يعني ما هو انت الجدول جاي من زمان، لو طلعنا الاول بقى تخيل بكل الضغط اللي احنا فيها دي ولعبنا الزمالك يوم 10 كنا المفروض نطير نلعب يوم 14 او 13 في افريقيا، يعني نطير بره لو انت طلع الاول، يعني انا هجيب صحه منين؟ يعني انا هجيب صحه منين؟ السؤال الثاني والمهم اللي برضه محتاج اجوبه وبمنتهى الهدوء برضه، احنا انا واحد في المنظومه مش بعترض، انا بستفسر. يوم 24/5 سنه 2019 قعدنا قعده في اتحاد الكوره، لان كان كل الانديه بلا استثناء غير 5-6 انديه كان فاضل لهم ماتشات، كلهم خلصوا الدوري. احنا كان عندنا فاضل لنا المقاولين والزمالك وبتروجيت كان فاضل له المقاولين، والحرس كان فاضل له مباراه مع الزمالك ومباراه ثانيه لم تخن الذاكره يعني، والجونه كان فاضل له الانتاج وفاضل له الزمالك، والاسماعيلي كان فاضل له مباراه واحده بس مش فاكر كانت مع مين يعني.
فحضرنا في اتحاد الكوره ده واقع يوم 24/5/2019 ممثل من الاهلي كنت انا موجود، وكان في واحد مندوب من بتروجيت، وكان في واحد مندوب من المقاولين، واحد مندوب من الاسماعيلي، واحد مندوب من الجونه، عدد من الانديه، وكان موجود في اتحاد الكوره، كان موجود كابتن احمد شوبير حي يرزق ممكن يسالوا على الواقعه، وكان موجود الحاج عامر حسين كان رئيس لجنه المسابقات، وكان موجود استاذ سيف زاهر، وكان موجود كابتن حازم امام، وكان موجود كابتن عصام عبد المنعم، وكان موجود يعني حد تاني، وكان موجود المهندس احمد مجاهد. لما اتكلمنا وقلنا يا جماعه مش ممكن ابدا نقعد شهرين كلنا مخلصين الدوري، كلنا مخلصين مش لسه قدامنا فرصه، مخلصين. ف يعني ممكن الزمالك هو اللي يضغط يلعب كل ثلاث مباريات، كل ثلاث ايام مباراه، عشان بطوله افريقيا كان كوبر ساعتها تقريبا يعني عايز يتجمع يوم 6 ولا يوم 7، ممكن يتاجل يومين بس، ولو ضغطت المباريات دي ثلاث مباريات اربع مباريات تمام هيخلص الدوري وكله هيروح بيته وهيبقى مبسوط تمام. كان رد ساعتها في سياق الكلام يعني المهندس احمد مجاهد يسال عن الواقع دي، رد عليا وقال لي يعني انتوا تبقوا مريحين وهم يلعبوا كل ثلاث ايام، ما انتوا لازم برضو تلعبوا. فقلت له طب ما انا خلصت ماتشاتي هلعب مع مين يعني؟ قال لي العب مباراه الكاس، كان عندنا مباراه ازمه كده في مباراه بيراميدز في الكاس لو تفتكرها يعني. قلت له العب مباراه الكاس مفيش مشكله. تمام؟ وبعد كده كان القرار يعني الجونه يا حبه عيني يقعد من يوم 24/5 من يوم 24/5 لحد يوم 21/7 شهرين عشان يلعب مباراه الزمالك. شهرين يلعب مباراه الزمالك. انا بسال المهندس احمد مجاهد يعني هل المنطق ده اتغير دلوقتي ليه؟ يعني في حاجه جدد، في حاجه استجدد يعني في الامور يعني اللي كان مضغوط ساعتها كان المفروض يتضغط كان الزمالك، انا المفروض مضغوط دلوقتي، هل استجد؟ طب يعني هل في حاجه استجدت ولا لا؟ سؤال بريء يعني ما فيهوش اي حاجه. السؤال الثاني موجه ليا انا شخصيا يعني انا بساله لنفسي انا موقوف ليه؟ يعني انا الانذار في اللائحه او في عرف الكوره الانذار يعني بيقول لك خد انذار اضطرت خد انذار ثاني ودلوقتي بقت ثلاث انذارات، انا موقوف ليه؟ انا خدت انذار الماتش اللي فات، قال لك عشان نزل وهو موقوف اصلا. يعني كابتن صباحي اداني انذار، كابتن صباحي اداني انذار غير قانوني على فكره، انذار غير قانوني يعني هو انا مش يعني مش عارف هو وقع الغلطه دي ازاي يعني، بس انا انذار انا مش موجود في السكور شيت اصلا الماتش اللي فات. يعني حضرتك لو انا ارتكبت جرم جامد قوي ممكن حضرتك تكتبه في تقريرك، بس انت شفت ان انا اللي انا قلته يستدعي انذار، بس فات عليك ان انا مش موجود في السكور شيت فرحت مديني انذار اللي هو غير قانوني. طب انا لو كنت ارتكبت حاجه، سؤال لكابتن صباحي قدام ربنا وفي رمضان، لو انا ارتكبت حاجه تستدعي الطرد مش حضرتك كنت هتديني طرد على طول؟ مظبوط ولا لا؟ كنت هتديني طرد على طول. اوكي طيب يعني هروح للحاجه اللي هي مش قانونيه انا خدتها. طب اللائحه بتقول ايه؟ بتقول لو اتكرر الموضوع ده، اللائحه اللي انت بعتها لنا واللي موجوده على السايت واللي موجوده في على الموقع، لو اتكرر الموضوع مضاعفه العقوبه. طب انت كنت مديني 20 مديني في الايقاف الاولاني 10,000 تمام، الثاني اللي انا ما استاهلش فيه طرد اصلا ولا خدت طرد اساسا تبقى 10 كمان دي المضاعفه، تقوم انت مديها 50. لا يعني اعتقد ان الامر في لوائحيا يعني المفروض ما يتاخدش كده، يعني في لائحه نمشي على الكل. انت بتدي انذار مش قانوني، ولما اديت انذار الانذار ده يعني مثلا سؤال برضو سؤال يعني لولبي شويه، كابتن اسامه نبيه مدرب نادي الزمالك محترم جدا وجميل وكل حاجه يعني تمام، وانا بعزه طبعا على المستوى الشخصي لانه محترم، خد انذار في مباراه الاتحاد في مباراه الانتاج الحربي مش هيبقى موجود الماتش الجاي؟ هيبقى موجود. طب هيتخصم منه 50,000 جنيه؟ لا. طب سيد خد انذار؟ لا ما يبقوش موجود الماتش و50,000 جنيه. اسئله كانت محتاجه لشويه اجوبه يعني زي ما بيقولوا او استفسارات او ظنون يعني، لكن على اي كان يعني خلاص اللي بيحصل مش عارف برضو يعني اخرتها ايه يعني. انت خلي بالك بس احنا بنزق تمام، لكن احنا في الكوره لعيب الكوره فاهمين كويس قوي، انت بتزق جامد جدا وبطوله الدوري بتتاخد على مراحل، بس في مخزون يا حبيبي، في مخزون، المخزون ده اول ما هيستنفذ تمام هتلاقي فرقه تعبانه، يعني فرقه تعبانه هتقول لي ما انت عندك لعيبه، اللعيبه دي ممكن تتعور يعني ممكن اخسرها، وانت النهارده لسه في الاسبوع او الثلث الاولاني من الدوري، التلت الاولاني من الدوري، والدوري بيتحسم في لحظه يعني مباراه سموحه عملنا مباراه كويسه جدا وضيعنا فرص كتير جدا، بس في تعب سنه في يعني في تعب. بس زي ما حضراتكم شفتوا كده كلام كابتن سيد، وزي ما قلت يمكن قبل حتى ما نتابع التصريحات بتاعته والاسئله اللي بتقال هي مش بس مجرد اسئله، بالعكس يمكن كابتن سيد كمان طرح اسئله او استفسارات وطرح كمان معاه حلول منطقيه جدا كان من الممكن الاخذ بيها اذا كان في رغبه او نيه حقيقيه لمساعده بطل مصر اللي عنده مشوار لسه صعب في بطوله افريقيا
منها جدول الدوري، منها الماتشات اللي المفترض انها كانت تتلعب هنا في القاهره زي ما حصل اسوه مثلا، او ده هو مثال بمباراه غزل المحله كان ممكن ده يتكرر مع اسوان، فين ماتش المقصه المفترض ان احنا نبتدي بيه الدور الثاني، يعني حاجات كثيره جدا كان من الممكن انها تسهل. هنفضل في نفس ضغط المباريات لكن الى حد ما تسهل مشوار النادي الاهلي في ظل ظروف صعبه جدا بيواجهها بطل مصر وبطل افريقيا بالمناسبه حتى اللحظه، وان شاء الله باذن الله هو بطل افريقيا القادم. يمكن يا احمد زي ما كابتن سيد قال انه ما فيش فريق في العالم، يعني او يمكن كمان كان كابتن سامي قمصان قال كده انه ما فيش فريق في العالم بيلعب مباراه كل 48 ساعه، ده ما شفناهوش قبل كده، ويعني متهيألي كنت بعمل بدور اذا كان ده بيحصل في مكان تاني ولا لا، انا ما شفتش ده قبل كده. وزي ما الكلمه اللي انت قلتها كان الاهلي بيتعاقب ان هو بيشرف مصر افريقيا وفي بطولات اخرى يعني غير البطولات المحليه او بطوله الدوري المصري. الحقيقه انه ما فيش اي حد من مصلحته ان هو يعني يعادي مثلا جماهير النادي الاهلي، الحقيقه في غضب كبير من جماهير النادي الاهلي، واكيد كلنا بنتابع على السوشيال ميديا بسبب فكره ضغط المباريات الغريب وعدم وجود تكافؤ للفرص زي ما كابتن سيد قال ما بين الانديه، وان النادي الاهلي مضغوط بشكل كبير جدا. انت يعني اي بطوله بيحصل عليها النادي الاهلي بتبقى شرف كبير لمصر وخصوصا البطولات الافريقيه، فبالعكس المفروض ان تكون اتحاد الكوره بيساعد او بيسهل الدنيا على النادي الاهلي، علشان انا دلوقتي عندي نادي بيجيب لي بطولات كبير، انا مش المفروض ان انا اكون ان انا بصعب عليه الدنيا، ومش بنطلب حاجه زياده عن الانديه الثانيه، بالعكس تكافؤ الفرص ونبقى زينا زي اي نادي تاني، بس احنا نراعي فكره ضغط المباريات دي. زمالك اربع سموحه سبت انبي، يعني في ست ايام ثلاث ماتشات تقال جدا. وعندنا من الثلاث للحد اللي جاي يعني في ست ايام تانيين برضو ثلاث ماتشات تقال جدا، مصري، جونه، غزل المحله في المحله. وبالتالي هي الفكره بس انه احنا مش بنتكلم على ضغط الجدول، عارفين الاهلي عنده مؤجلات بسبب مشاركته في دوري ابطال افريقيا النسخه الاخيره وبسبب مشاركته في كاس العالم، لكن كان في حلول على اقل تقدير تثبت حسن النيه مش اكتر ولا اقل، يعني تثبت انه في نيه او اراده ان احنا نساعد بطل مصر على تخطي مرحله صعبه في ظل كمان ظروف صعبه هو نفسه بيواجهها. خليني بقى، طبعا احنا عارفين انه الفريق رجع يكمل تمريناته النهارده من غير اي راحه استعدادا لمباراه المصري، هنعرف اخر اخبار تمرينه النهارده من مراسلنا مينا ماهر. تحياتي ليك يا احمد، وتحياتي ليك يا ساره، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. سهره جديده من سهرات رمضان، ولكن المره دي مع فريق كره بالنادي الاهلي وتدريبات قويه وبدون راحه استعدادا لمباراه المصري ان شاء الله بعد غد الثلاث ان شاء الله 9:30 على استاد اسكندريه. الحقيقه مستر بيتسو موسيماني قرر يقود تمرين النهارده من غير راحه، يعني ده خصوصا ان احنا عندنا ضغط كبير في المباريات الفتره القادمه، وكمان بعد المباريات اللي فاتت كان لازم يتكلم في كل الايجابيات والسلبيات ويتمرن على اكتر من استراتيجيه وطريقه لعب مختلفه. يعني الحقيقه الاهلي الماتش اللي فات قدم مباراه قويه جدا امام فريق انبي، قدر انه يتفوق على فريق انبي بنتيجه 3-2 مقابل 1، مباراه كانت كبيره جدا لفريق النادي الاهلي قدرنا نحسمها في الشوط الاول، كمان كان فيها عوده 2 من اللاعبين اللي كنا دايما بنحب نشوفهم، كابتن رامي ربيعه وكابتن سعد سمير. الحقيقه ده اول عوده للثنائي الدفاعي مره ثانيه من الاهلي منذ يعني حوالي سنه 2017 كان اخر مره لعب فيها اللاعبين جنب بعض في الملعب، دي كانت حاجه كلنا خلتنا فرحانين ان احنا نشوف كابتن سعد سمير وكابتن رامي ربيعه يلعبوا ويقودوا فريق النادي الاهلي، قدموا مباراه قويه جدا. كمان المباراه شهدت تالق الناشئ الصاعد احمد نبيل كوكا، اللاعب كان بيلعب في مركز باك ليفت، بصراحه قدم مباراه قويه وهو معروف عنه الرجوله وانه بيأدي لحد اخر دقيقه. مستر بيتسو موسيماني كمان كان بيجرب اكتر من طريقه لعب في المباراه، كان عمل تغييرات كتير في بعض المراكز، كان بيعمل روتيشن بين اللاعبين، وده لما صرح وقال انه الفتره اللي جايه عندنا حوالي 8 مباريات في فتره قصيره جدا، كان لازم انه يعمل كده. الاهلي يعني بعد مباراه المصري يوم الثلاث عندنا مباراه الجونه يوم 30 ابريل، وبعد كده تنتهي مباريات الدور الاول للدوري المصري، بعد كده نرجع تاني للدور الثاني مباراه الاهلي وغزل المحله يوم 2 مايو، والاهلي والاتحاد يوم 6 مايو، وبعد كده الاهلي و الزمالك يوم 15 مايو، وبعد كده الاهلي يرجع تاني يستعد لدوري ابطال افريقيا وطبعا السوبر الافريقي. فعندنا ضغط رهيب
من المباريات الفترة القادمة. يعني إن شاء الله الأهلي كالعادة بروح الفانيلا الحمراء وبروح لعيبة النادي الأهلي كالعادة يقدروا يعدوا المرحلة دي ويعدوا ضغط المباريات إن شاء الله بجميع النقاط زي ما احنا متعودين. الأهلي بيدخل مباراة في المركز الثاني برصيد 33 نقطة وليه 2 مباراة، مباراتين مؤجلتين. أما المصري في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بيدخل هو كمان المباراة دي عايز الثلاث نقاط، مش مباراة سهلة خالص. لا، هو المصري عايز يضمن إن هو يطلع المركز الثالث ويضمن مكانه في المربع الذهبي. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. بالنسبة للغيابات، فكمان كنت بتكلم مع دكتور أحمد أبو عبلة قبل التمرين، لأكد لي على أن محمد شريف جاهز بشكل طبيعي جدا، ويمكن التمرين التبديلة اللي كانت في مباراة إنبي كانت بس للإطمئنان على اللاعب، لكن اللاعب جاهز بشكل طبيعي للمشاركة في مباراة المصري. أيضا عندنا الغيابات جونيور أجاية، علي معلول، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمد هاني. يمكن دكتور أحمد أبو عبدالله قال لي أن ياسر إبراهيم ومحمد هاني إن شاء الله في خلال أول أسبوع القادم هيكونوا متواجدين، النهاردة هيشاركوا في فترات أطول في التمرين غير التمرينات اللي فاتت. كمان غياب كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي وحمدي فتحي. أما عن بدر بنون، اللاعب جاهز بشكل طبيعي في التدريبات، ولكن النهاردة مستر بيتسو موسيماني قرر أنه يريحه، يعني هو ريحه في مباراة إمبي، والنهاردة كمان قرر يديله راحة عشان الإجهاد العضلي. كمان أيمن أشرف إن شاء الله هيكون متواجد مع الفريق بشكل طبيعي جدا ان شاء الله اول الاسبوع القادم. يعني غيابات بالجمله واصابات بالجمله في فريق النادي الاهلي، ولكن الاهلي بمن حضر، وده اللي النادي الاهلي عودنا عليه. كابتن سعيد حفيظ كان ليه تصريحات النهارده ان هو النادي الاهلي ما طلبش تاجيل مباراه القمه، ودي كلها اشاعات متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. وقال كمان ان احنا دي اول مره نشوف ضغط كبير للمباريات لفريق النادي الاهلي، ولكن عشان المؤجلات وعشان طبعا مشاركه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. وقال كمان كابتن سيد ان مفيش اي، يعني الفتره اللي جايه مفيش اي نفى وجود اي تعاقدات مع لاعبين، ولو في اي تعاقدات مع لاعبين هيكون في دراسه للموضوع ومناقشه واتخاذ القرار المناسب. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله في الفتره المقبله. زي ما قلنا عندنا مباريات كتير جدا، لازم النادي الاهلي يركز في كل نقطه مش بس في كل مباراه، مفيش فرصه ان احنا نفقد نقطه في المباريات القادمه. وزي ما النادي الاهلي معودنا دايما، الاهلي بمن حاضر. دي كانت الاجواء والكواليس لفريق النادي الاهلي وتدريباته الاخيره قبل الاخيره استعدادا لفريق المصري. لو في اي استفسارات او اسئله انا معاكم، عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. بشكرك زميل عزيز مينا ماهر، وكل سنه وانت طيب طبعا. وشفنا يعني وتابعنا من خلال اللقطات اللي تابعناها مع حضراتكم دلوقتي روح العاليه، والاهلي بمن حضر دي مش مقوله ومش شعار كده ملوش معنى. لا، الحقيقه دايما الاهلي ما فيهوش اساسي ولا بديل، كل اللعيبه اللي كانت موجوده الحقيقه ادت وادت مباراه عاليه جدا، وثقتنا فيهم كبيره جدا، ومستواهم رغم ان في بعض منهم كان بعيد بقاله فتره طويله، لكن لا يقل باي حال من الاحوال على السكواد اللي لعبت الفتره الاخيره بشكل اساسي من مكاسب المباراه والماتشات اللي قبلها. كمان ربيعه من اول ما رجع وخد مكانه في التشكيل قدم سيزن او قدم مباريات اكتر من رائعه. السولية الحقيقة، وده مش رأي، ده رأي جمهور النادي الأهلي، وبالمناسبة هيكون لينا وقفة النهاردة مع أفضل لاعبي النادي الأهلي. بس خلونا نروح لفاصل ونستقبل واحد من نجوم النادي الأهلي، كابتن خالد جدالة، هو نجم سهرتنا النهاردة في الأهلي في رمضان. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين بقى سهرتنا في الأهلي في رمضان، وطبعا معانا نجم النادي الاهلي السابق كابتن خالد جدالله، ضيف عزيز جدا على قلوب كل الاهلاويه وعلى قلوبنا احنا كمان شخصيا، دايما منورنا بتحليله وبكلامه عن الكوره. الحقيقه منورنا جدا يا كابتن خالد، كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه ساره، وسعيد ان انا موجود معاكي، وكل سنه وانت طيب احمد، وسعيد ان انا موجود معاكم في شهر رمضان الكريم. عاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. يا رب يا رب يا رب العالمين. كل سنة وحضرتك طيب أولا طيب. طبعا مشرفنا ومنورنا كالعادة دايما كابتن خالد، نسعد دايما بوجودك معانا في قناة النادي الأهلي. وأنا بيكو وأنا سعيد بيكو جدا يعني. وجاي لنا في يوم الحقيقة في كتير من الذكريات الحلوة وانتصارات النادي الأهلي في في في, في مشوار 114 سنة بيزيدوا سنة السنة دي. طبعا بنحتفل بعيد ميلاد النادي الأهلي، واعتقد انه ذكرى تأسيسه من اول ما تأسس من 114 سنة لغاية النهاردة كان مصدر فخر كبير جدا وفرحة كبيرة جدا لكل المصريين. طبعا كل سنة والنادي الأهلي بألف خير وسلام. 114 سنة من الإنجازات والبطولات والمبادئ والقيم وكل حاجة حلوة،
أسعد جماهيره على مدار العصور كلها. فبإذن الله عقبال 115 و120 ولآخر العمر بإذن الله يا رب دايما. تاني حاجة طبعا عايز أقول برضو كل سنة والمصريين بخير، النهاردة عيد تحرير سيناء طبعا، وبخص برضو إن أنا أقول القيادة السياسية برئاسة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل سنة وانت طيب وكل الشعب المصري بخير وسلام بإذن الله. صحيح، وما ننساش كمان حقيقة يمكن في اللحظات دي دايما بفتكر وبيكون حاضر كده معايا أهالي الشهداء طبعا، يعني أكتر ناس كل أبهات وأمهات وزوجات وأبناء شهدائنا على مر العصور اللي دفعوا ثمن غالي جدا عشان مصر وعشان المصريين ينعموا بالاستقرار وعشان ياخدوا كمان فرصة غالية جدا أتمنى أن احنا نقدرها ودايما نحافظ عليها ودايما نبقى حاطينها قدام عينينا وقدام عينين أولادنا اللي جايين من بعدنا، إزاي نستغل الفرص دي عشان نبني بلدها ونخليها كل يوم أحسن من اليوم اللي قبل. طبعا الله يرحم الشهداء شهدائنا ويصبر أهلهم، ويمكن لولا هم ما كناش احنا موجودين دلوقتي. صحيح. وكانتش مصر بخير لغاية دلوقتي، ويمكن من خلال مسلسلات رمضان برضو المسلسل الاختيار 2 برضو بيدي يعني الأجيال الصغيرة اللي طالعة قيمة الشهداء والأدوار البطولية اللي هم عملوها، فالله يرحمهم ويصبر أهليهم يا رب العالمين. بمناسبة الكلام على رمضان بقى، وعايزين نعرف من حضرتك طبعا هنتكلم في الكورة أكيد، بس نبدأ كده نتكلم على رمضان شوية، وإنه إزاي متابع ويوم حضرتك إزاي الأول بيبقى في رمضان، وإيه بقى متابعه من مسلسلات رمضان؟ طبعا رمضان شهر كريم، في طقوس معينة الواحد ما بيقدرش يغيرها بالذات بعد الفطار، يعني صلاة المغرب وبعدين الفطار وبعدين صلاة العشاء والتراويح. ويمكن أنا متابع جيد لكل البطولات الرياضية، يعني حتى في رمضان ما فيش حاجة لايف بتيجي سواء برا أو جوه غير لما بتابعها. ولكن برضو شهر رمضان الكريم هو الشهر بقى الخير والكرم والبيت والأسرة، ليه طقوس جميلة جدا. أتمنى أن بإذن الله كل طول السنة يكون رمضان على الشعب المصري، لأنه هو فعلا شهر الخير والكرم. طقوسي أنا بالنسبة مثلا، أنا عامل نظام لنفسي بالنسبة للأكل في رمضان، يمكن ماشي على أن أنا في الفطار ما بأكلش كتير، يعني أكني بفطر في أي يوم الصبح، يعني أكل حاجات خفيفة وتمر شوربة ممكن زبادي لغاية لما أصلي المغرب واستنى أصلي العشاء والتراويح. بعد التراويح ببتدي ممكن أنت أكل. أنت بتمسك نفسك جامد أوي يا كابتن. لا والله بقى أنا مستغرب والله. خلي بالك لما الواحد بيريح معدته في الأول طبعا، لا هو ده نظام صحي جدا على الهادي سنة سنة. أيوه أيوه. بعد التراويح على الساعة 10 كده ممكن أكل شوية زيادة، الرئيسية بقى. الوجبة الرئيسية بس برضو براعي فيها، يعني بحاسب شوية. يعني احنا سننا كبر وكل حاجة بتأثر معانا يعني. بمناسبة اللي حضرتك بتقوله ده، يمكن أحمد اتصدم لما بقول له، هو كمان أحمد عنده النظام الصحي ده، بقول له لا أنا في السحور يعني ومكسوفة وأنا بقول ده، باكل نفس أكل الفطار يعني لو محشي باكل عادي جدا من أكل الفطار. دي الجريمة اللي بيعملها كل المصريين. دي الجريمة اللي بيرتكبها الحياة. ما بيبقاش في وقت الهضم طبعا وبتنامي، ولكن أنت عشان لسه صغير فممكن الحاجات دي ما تفرقش دلوقتي. ولكن كل ما الواحد بيكبر في السن من اهم الحاجات اللي بتخلي صحته كويسه الاكل الصحي. صح بالظبط، والرياضه. لسه بتمارس رياضه يا كابتن خالد؟ بمارس بس المشي، ممكن العب تنس شويه، ممكن اعوم شويه. تنس يعني بقى ده انت تجي لي ماتش تنس؟ لا انا جامد هكسب. عليك لا هكسب. لا, لا انا في الحقيقه بصي، انا بالنسبه لي انا من اهم ما كنت بلعب على فكره البينج بونج والتنس والسكواش. سكواش ما يكسبنيش حد هاوي فعلا، لا يكسبني حد بطل يعني بروفيشنال لعبته، انما واحد هاوي زيي لا. طب بتشجع مين اصلا في التنس؟ في التنس انا زمان بقى على ايام ده بقى كنت بشجع اسماعيل الشافعي طبعا. طبعا بطل مصر أكيد طبعا، من الناس المحترمين. طب ومن اللعيبه العالميه، في فيدرر، نادال، جوكوفيتش؟ لا بحب نادال وبحب ديوكوفيتش. فيدرر يعني وقبل كده من الاجيال الفيدرر يعني قبل كده مين كان بيعجبك كابتن خالد؟ لا في التنس قبل كده ما مش هفتكر ان مثلا السكواش دلوقتي لا عندنا ابطال كتير جدا. مصر طبعا مسيطره في السكواش على مستوى السيدات وعلى مستوى الرجال. صحيح. في لعيبه كتيره جدا كويسين. البينج بونج طبعا فرق النادي الاهلي مكتسحه سواء في افريقيا او في مصر، فدي من الالعاب وانا من ايام ما كنت بلعب كوره على فكره، يعني انا كل الرياضات بلعبها كويس جدا. الله. يعني بلياردو العب كويس جدا برضه، ما يكسبنيش غير لعيب بلياردو يعني، انما واحد هاوي زيي حتى من ايام ما كنا بنلعب كنا نخلص تمرين ولازم نقعد في النادي نقعد نلعب بلياردو مثلا نقضي ساعتين ثلاثه.
فالرياضه حلوه. انا هيجي السنس بس عشان انا مبطل بقالي كتير كابتن خالد، وبعد كده نعمل مباراه نلعب أيوة. جيم كده مع بعض. لا الثقه في النفس دي انت مش هتعرف. أيوة. انا بس قبل ما اتكلم عشان احنا اتكلمنا في الرياضه كتير، انا بس عايز ارجع للاكل مره ثانيه. انت علاقتك بالاكل الاكل بس ولا ليك في المطبخ؟ يعني في ناس كتير بتحب تدخل المطبخ بالذات في رمضان. لا ليالي في المطبخ. ليك في المطبخ؟ طبعا. تعمل فطار ولا اي حاجه؟ بتعمل اكتر حاجه كابتن خالد مشهور بيها؟ كل حاجه، كل انواع الاكل، بس لما يكون ليالي مزاج. يعني في مزاج، لان المطبخ دون لازم اللي يخش المطبخ يبقى داخله بحب عشان الاكل يطلع حلو. صح. يعني هما زمان كانوا يقول لك ايه، نفسه حلو في الاكل او صحيح. نفسها حلو في الاكل. هو المقصود بيها ان اللي بيعمل حاجه وهو بيحبها لازم بتطلع كويسه. صحيح. بالنسبه للاكل اللي بيخش المطبخ سواء ست او راجل وهو حابب المطبخ بيعمل اكل كويس جدا. طب مثلا ايه اكتر اكله حضرتك معروف انك تعملها حلوه قوي مثلا يحبوا ياكلوها من ايدك؟ يعني اي كل حاجه، كل حاجه انا بعمل كل حاجه الحمد لله، بس زي ما بقول لك لما يكون ليالي مزاج. واكتر اكله بتحب تاكلها كابتن خالد؟ بس باكل على فترات طبعا الملوخيه والفته. الفته طبعا بتتعمل بطريقه اللي احنا متعودين عليها من ايام والدتي الله يرحمها. ليها كان ليها طقوس كده بالخل والثوم بس. وطبعا بقى اي حاجه في الفرن، يعني لحمه في الفرن، الفخ ده، الحمام ده احلى حاجه. ده زمان وانا صغير باكله زي الايس كريم على فكره. الحمام يعني انت اكلي الحمام الصح تلاقيه ماسك الحمامه وبياكلها من فوق لتحت زي الايس كريم، يعني ما بيقعدش يفصص بقى والكلام. انا مسافه دايما. الله يخليك. ويمكن رمضان عشان يعني شهر يمكن احنا افتقدنا شويه الحياه والايقاع والسوشيال ميديا والشاشات اللي بقت بتاخد جزء كبير جدا من حياتنا. يمكن المساحه اللي بيوفرها لنا رمضان انه الناس تتلم مره تانية، تتلم على ترابيزه السفره وتتلم على في الصلاه وتتقابل في المسجد او لو بيصلوا جماعه في مكان واحد او يقعدوا بعد الفطار لغايه السحور. اللمه دي بنفتقدها طول السنه. مين اكتر ناس بيحب كابتن خالد يتلم معاهم سواء على ترابيزه الفطار او على السحور؟ يعني هي اسرتي طبعا. ولادي وزوجتي. وانا بس قبل ما اتطرق لحته المطبخ دي، انا اتقنتها لان لازم اجيب سيره اتنين. والدتي الله يرحمها. أيوة. الله يرحمها يعني، لان هي كان اكلها حلو جدا. نمره اتنين زوجتي ربنا يخليها لي ويديها الصحه ويشفيها ويحفظها يا رب، لان برضو هي علمتنا حاجات كتيره قوي في البيت. يعني بالنسبه بقى لللمه طبعا الاسره، اولادي، مراتي، الاقارب، الاخوات، بتبقى حاجات جميله وذكريات حلوه. وحواديت كابتن خالد في الملاعب ما بتتلموش مثلا في يوم تفطروا او تتسحروا سوا؟ لا للاسف لا. احنا في اتصالات وفي تواصل من خلال التليفونات، بس هي بتبقى قليله قوي لان كل واحد بيبقى مشغول مع عيلته. وطالما الامور احنا مطمنين على بعض، ما فيش حاجه تستدعي ان احنا يعني نبقى قلقانين على حد ولا حاجه. الامور كلها ماشيه كويس، بتبقى الامور كويس. ليك ذكريات معينه يا كابتن مع رمضان؟ يعني حاجات حلوه او احداث حلوه حصلت في حياه حضرتك كانت في شهر رمضان؟ هو في حاجات كتيره حلوه، بس انا افتكر حاجه مش حلوه، لان احنا مره كان عندنا ماتش مع نادي البلاستيك في رمضان، وكان الماتش في ملعب مقاولي العرب. ويمكن انا كنت بشوط ضربات الجزاء كويس، يعني من الناس لما اكون موجود أكيد. كنت بسدد ضربات الجزاء، غير لما يكون كابتن محمود الخطيب بس هو في الملعب، طبعا هو اللي بيشوط اكيد. فالماتش دون بنلعب البلاستيك بالليل بعد الفطار، وجالنا بينالتي، وانا يعني كان عندي ظروف من قبل الفطار كانت تعباني شويه، وكان كابتن جوهري عارف، كان كابتن جوهري الله يرحمه هو المدير الفني بتاعنا واللعيبه عارفه، فالمفروض لما كان يجي البينالتي ما شطوش انا، بس برضو الواحد يعني دخلت وشط فضيعته. يمكن البينالتي الوحيد اللي ضيعته، فدي كانت من الحاجات اللي انا مش هنساها وكانت حصلت في شهر رمضان. ولكن الاحداث بقى كتيره كتير، يعني احنا في مثلا مباراه الاهلي وكان ميوندي في بطوله افريقيا، وبرضه كان في ملعب المقاولين العرب، وكان بالليل في ملعب المقاولين، وبعد الفطار وكسبنا 5-0 وعملنا ماتش حلو جدا. زكريا ناصف جاب 3 جوان، ومصطفى عبده جاب جون، وانا جبت جون من الماتشات الجميله يعني. ففي ذكريات كتيره. رمضان بره مصر مختلف؟ قضيت رمضان قبل كده بره مصر؟ طبعا، وانا مسافر انا جيت خدت لي تقريبا من بدايه 2000 لغايه 2008 سافرت سواء في السعوديه او في الامارات. طبعا مختلف، يعني في السعوديه كنت في الحرم يعني على طول، يعني في جو ثاني طبعا. روحانيات تانية، وهو شهر رمضان في كل حتة جميل صراحة. ولكن برضو في مصر ليه طعم مختلف. طبعا. طيب هنتكلم معاك كرة شوية، خصوصا ان زي ما قلت لحضرتك احنا امبارح طبعا
احتفلنا بفوز فرقه النادي الاهلي فريق اليد بكاس مصر، وامبارح رجالتنا الحقيقه عملوا ماتش كويس قوي قدام ام بي وكسبوا 3-1. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل صالتنا مع الكابتن خالد. اوكي، فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، كل سنه وانتم طيبين، وبنرحب الحقيقه بنجمنا النهارده في الاهلي في رمضان كابتن خالد جد الله نجم النادي الاهلي اللي منورنا ومشرفنا. وهنتكلم طبعا كوره موجوده معانا النهارده، خصوصا كمان انه او حضراتكم عارفين واللي بيتابعوا السادسه دايما ان احنا بنعمل استفتاء للجمهور بعد كل ماتش بيلعبوا النادي الاهلي وبتختاروا فيه افضل ثلاث لاعبين. هنعلن النهارده نتائج ماتشات النصر في الكاس، الزمالك في الدوري، وماتش سموحه اللي كتير من جماهير النادي الاهلي ما كانتش راضيه طبعا عن نتيجته، وهناخد راي كابتن خالد بيض الله فيهم. مره ثانيه برحب بيك كابتن خالد وكل سنه وحضرتك طيب. وخليني اخد رايك الاول في ماتش امبي امبارح، ايه رايك في الاداء والشكل اللي ظهر بيه النادي الاهلي؟ طبعا النتيجه اللي حسبنا بيها 3 نقط طبعا 3 نقاط غاليه جدا ونتيجه كويسه جدا. شوط اولاني هايل يعني الشوط الاولاني عالمي وبدايات عالميه، يعني بدايه الشوط كمان ما كانش حد متوقعها طبعا يعني. انا كنت متوقعها، كنت متوقع. لان في لعيبه الروتيشن مهم جدا بالنسبه للعيبه النادي الاهلي في الوقت ده اللي فيه ضغط ماتشات. طيب هي عايزه شويه قلب وجراه، ولكن انا سعيد بماتش امبارح. ليه؟ لان هو هيدي جراه بعد كده في عمليه الاحلال ما بين اللعيبه، عمليه الروتيشن عشان تتفادى الاصابات والاجهاد. فامبارح احنا شفنا فيه 7-8 لعيبه جداد ما كانوش بيلعبوا، لعبوا عملوا اداء كويس جدا، فايقين، حركتهم خفيفه جوه الملعب، متشوقين، ما عندهمش تشبع، مع ما بيلعبوا مش تحت اي ضغوط، عايزين يثبتوا نفسهم، عندهم الدوافع ان هم يلعبوا كويس ويأدوا بشكل كويس ويعملوا نتيجه كويسه، ودي حاجه من الحاجات الكويسه جدا. مين اكتر لعيبه لفتت نظرك في مباراه امبارح؟ ما احنا دايما بنسال الجمهور احسن 3 لعيبه من وجهه نظر. ايوه، الشوط الاولاني كل الفرقه، بس انا يعني هخص بالذكر يمكن كوكا شويه عشان هو اصغر واحد. أيوة. يعني لعيب صغير مواليد 2001 وكمان ما بيلعبش في مكانه، ما بيلعبش ظهير ايسر، ولكن ادى بشكل كويس جدا وعمل مباراه خلال الشوطين على مستوى عالي جدا. اتمنى له التوفيق واتمنى له ان هو يواصل على كده، ودي فايده الروتيشن. انت يعني بتكتشفي لعيبه سواء صغيره او لعيبه ما كانتش بتلعب كانت قاعده. كل اللعيبه ابتدت صغيره كابتن خالد. بالظبط، كله ابتدى صغير، ابتدى صغير وكده وخد. ولكن بتدي يعني بتدي، يبقى المدير الفني عنده اختيارات في كل مركز 2 أو 3 لعيبه، مش هيتزنق في اي حد. صحيح صحيح. طب نستعرض مع حضرتك كده نتائج الاستفتاء للجمهور في ماتشات الثلاثه الاخيره للنادي الاهلي. والبدايه الحقيقه هبتدي بماتش النصر في الكاس. نروح معايا النتيجه طيب؟ لا نروح على الزمالك. معايا النتيجه. طب ومين تاني غير كوكا يا كابتن خالد؟ 2 كمان قبل ما احمد. كوكا مركز اول من وجهه نظرك ياخد؟ لا مش افضل لاعب. لا انا مش افضل لاعب، لكن انت بتشيد بيه يعني كمشاهد. اللعيبه كلها كانت كويسه خلال الشوط الاولاني. أيوة. بقول بخص كوكا عشان نديله شويه دعم. ثقه وشويه دعم عشان هو لعيب صغير. والله اللي حضرتك قلته ده برضو واحنا بنفرز ماتش الماتشات الاخيره النادي الاهلي، الجمهور كمان حابب يعمل ده. يعني صحيح كوكا ما فاز بواحد من الثلاث مراكز الاولى في الماتشات الاهلي الاخيره، لكن الجمهور بيشجع ده. يعني بيقولوا احنا بنشيد بكوكا وبيختاروا كوكا، ممكن يختاروه رابع او خامس. في ناس بتحب دايما احنا نطلب 3، في ناس بتدي 4 أسماء او 5 أسماء. كوكا ظهر في اكتر من مباراه للنادي الاهلي، نتمنى له التوفيق. لا امبارح في طبعا قفشه هايل، محمد شريف هايل، سعد سمير، والسولية طبعا جايب جون امبارح من احلى الاجوان اللي انا شفتها في الدوري السنه دي. صحيح. ليه؟ لان هو جون صعب يعني من ناحيه التصويب اولا، فكر كويس طبعا من قفشه، وحاجه متفق عليها وحاجه متمرنين عليها. الشوطه بتاعت عمرو السولية برضه عشان انا كنت بشوط كويس، انا اعرف يعني الكره دي مش اي حد يشوطها. ليه؟ لان هو وشه مش للجون، يعني وشه للمدرجات ولافف وش رجله، يعني وشه في اتجاه المدرجات في اتجاه الكره وهي جايه له، وبعدين هو لف وش رجله كويس قوي وحطها في المقص، والكره برضه ما عليتش منه. في لعيبه كتيره قوي في الوضع في المدرجات برضه يصطاد بيها طيارات فوق في السماء يعني. ولكن هو شاطها كويس جدا، من احلى الاهداف. هو ماتش امبارح للسولية هو عوده حقيقيه للسولية بمستوى اللي نعرفه قبل الاصابه يعني. هو الحقيقه يمكن مستواه اتطور في ماتشات كتيره جدا، لكن السولية اللي احنا كنا عارفينه السيزون اللي فات
انا شفت انه الحقيقه امبارح تالق بشكل كبير. لا لا هايل يعني هايل. منضبط جدا وملتزم جدا جوه الملعب وبيلعب على قد امكانياته عشان كده هو دايما بيبان صحيح. بشكل كويس وبيتطور من مباراه لاخرى. جول صعب قوي اللي بنشوفه قدامنا على الشاشه لان طبعا هنا بيكهام خد فاول حط جسمه قدام الراجل خد فاول كويس قفشه السوليه لافف وش رجله بشكل كويس جدا وسطه كمان يمكن كابتن خالد كنا بنتكلم فحطها كويس جدا على ركله الجزاء لامبي ونفس الكوره تقريبا يمكن جت لمحمد شريف في النادي الاهلي. ايه تعليقك؟ نفس الكوره بتاعه طعام السوليه لا بتاعت ركله الجزاء اللي حصل عليها طبعا امبي يعني شبه شويه كوره محمد شريف انه كان ممكن برضو تتحسب ضربه جزاء للنادي الاهلي او لا دي تتحسب ولا دي تتحسب. يعني انا من التحكيم انا ما بعلقش خلاص بقى. هو احنا طيب. نروح لاختيارات الجمهور كابتن يعني خالد وهبتدي نبص الاخطاء التحكيم يعني هبتدي بماتش النصر في الكاس. الجمهور اختار افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي والنصر. ديانج كان في المركز الاول، وليد سليمان في المركز الثاني، واحمد رمضان بيكهام في المركز الثالث. دي كانت اختيارات الجمهور في مباراه النصر. لا اختيارات موفقه اتفق انا معاهم لان فعلا هم الثلاثه دول كده بالترتيب كانوا من احسن لعيبه في مباراه النصر. ماتش الزمالك نروح بقى فعلا اختيارات الجماهير لمباراه الزمالك، ويمكن كان في المركز الاول طبعا يعني من غير اي منافسه كابتن علي لطفي، المركز الثاني محمد شريف، والمركز الثالث كان من نصيب كابتن ايمن اشرف. الثلاثه برضو هايلين وانا برضو اتفق مع الجمهور، ولكن ممكن في الترتيب احطهم هم الثلاثه في المركز الاول. في المركز الاول هو المنافسه كانت كبيره بين شريف ولطفي قوي يعني علي كانوا قريبين من بعض بعد غياب كبير جدا لما يرجع ويتالق ويصد ضربه جزاء ويكون عنده ثقه في نفسه وهو واقف مالي الجون. هو مش حكايه انه صد ضربه جزاء على فكره صحيح. لا هو انا كنت مطمن على مرمى النادي الاهلي وعلى لطفي موجود فدي تبين ان هو عنده شخصيه كبيره جدا وعنده ثقه في نفسه كبيره جدا لان هو جاي من بعيد ما كانش بيلعب وجه ووقف بشكل بتبقى كويس. صعبه على اللعيب لما يبقى بعيد عن المشاركه في الماتشات بتبقى صعبه مهما كان متالق في التمرينات كابتن خالد طبعا التمرين غير الماتش ولكن ما بتبقاش صعبه على اللعيب اللي واثق من امكانياته وعارف هو عنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في امكانياته وبرضو الناحيه النفسيه عنده يكون هو متزن جدا يعني هو عارف هو عايز ايه. وفي لعيبه بتبقى مستنيه الفرصه عشان تستغلها طبعا يعني ربيعه مثلا من اللعيبه دي، علي لطفي في ماتش الزمالك من اللعيبه تحس انه رامي ربيعه هو تاني ماتش شفناه امبارح ماشي بشكل كويس جدا. وسعد سمير دخل اهو وبرضه هيمشي بشكل كويس. ايمن اشرف كمان اللي عايز اخصه بقى بكلام لا ايمن حاجه تفرح ظهير ايسر عالمي حقيقي يعني ويمكن ايمن اللي يحس بيه المدربين يعني اكتر من الجمهور. لا والله الجمهور حاسس بيه قوي يا كابتن خالد على طول حتى لما ما بيقومش بالناحيه الهجوميه كويس لا ايمن من النوع لما بيهاجم بيهاجم بشكل كويس لما بيدافع بشكل كويس بيلعب في اكتر من مركز فدي حاجات طبعا نروح لماتش سموحه اللي كتير من الجمهور يمكن طبعا التصويت عليه ما كانش بنفس الشكل اللي احنا متعودين عليه عشان الاهلي خسر بس احنا متفقين الموضوع ملوش علاقه بنتيجه المباراه بقد ما هو ليه علاقه بتقييم اداء لاعيبه النادي الاهلي على مدار الموسم. فده معناه انه حتى لو خسرنا المباراه برضو محتاجين تقييم حضراتكم وراي حضراتكم في مستوى اللعيبه. وفي ماتش سموحه كان السوليه في المركز الاول، مجدي قفشه جه في المركز الثاني، وديانج حسم المركز الثالث بعد منافسه مع اكثر من لاعب الحقيقه، لكن ديانج قدر ان هو يحسم المركز الثالث لصالحه. لعيبه اتفق سوليه قفشه ديانج الثلاثه اكثر من رائعين. اقول لحضرتك بقى كده جدول الترتيب ومع المشاهدين بعد الثلاث ماتشات دول. الشناوي الحقيقه يغرد منفردا لانه الشناوي في ماتشات كثيره جدا خصوصا في الفتره اللي لعبنا فيها في كاس عالم انديه كان متفوق باكتساح واحتل المركز الاول في اكثر مباراه. فمحمد الشناوي بيجي في المركز الاول برصيد 20 نقطه، بيجي وراه بدر بنون برصيد 14 نقطه، اليو ديانج بيتقدم للمركز الثالث بعد تالقه في الماتشات الاخيره ب 13 نقطه، محمد شريف في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، وأيمن أشرف في المركز الخامس برصيد 11 نقطة. أنا أعتقد المنافسة هتبقى قوية جدا جدا يعني لغاية لما الدوري يخلص هتكون المنافسة قوية جدا صحيح. بكل لعيبة النادي. يمكن كابتن خالد من أكتر اللعيبة اللي يمكن كنت بقول مع أحمد قبل ما حضرتك تبقى معانا اللي بحب أديها حقها وأتكلم عنها محمد شريف وعلى ثباته في الملعب وعلى
استمراريته في التهديف وتحركاته في الملعب، بتشوف محمد شريف ازاي الفتره الاخيره مع النادي الاهلي؟ والله انا نمسك الخشب، ماشي بشكل كويس جدا، ومحمد امكانياته كويسه جدا، بيتميز بحاجات كتيره، اولها طبعا السرعه وحسن التحرك سواء بالكوره ومن غير كوره، وازاي بيخلق مساحات حتى للناس اللي جايه من نص الملعب بالظبط. فهو في ميزات كتيره جدا، وهداف وبيروح للجون من اقصر طريق. يعني ممكن قفشة لو هيحط محمد شريف في دماغه ويلعبه كويس كل ماتش هتلاقي محمد شريف هيجيب جوان. أيوة. لانه لما حد هيصنع له اللعب بشكل كويس هو بيتحرك وده كويس، وده احنا محتاجينه جدا خصوصا الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم على ضغط مباريات صعبه قوي يا كابتن خالد، يعني انت بتتكلم بقى في الفتره دي اهو بقى لنا كل 48 ساعه وكل 3 ايام بنلعب مباراه. طبعا حاجه صعبه جدا، الله يكون في عون اللعيبه والله يكون في عون الجهاز الفني، ولكن هم عندهم من الحنكه والخبره هيتغلبوا، يعني شخصيه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز اللي موجود هيتغلبوا على كل الصعاب دي. حتى هم لما بيتكلموا فيها، يعني لو سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم، انا سمعته قبل ما اخش، ولكن هنتغلب، هم هيتغلبوا، هو ممكن بيقول كده، ولكن الكلام مع اللعيبه ما بيبقاش كده، ما فيش صعوبات، لا احنا لعيبه النادي الاهلي لو هنلعب كل يوم ماتش هنلعب ولازم نكسب ولازم نادي عشان نادينا وعشان مجلس ادارتنا وعشان جمهورنا. فده دايما الكلام اللي لعيبه النادي الاهلي بتبقى شاربه. هو الخوف مش من اللعيبه، انا متاكد ان اللعيبه حاضره وجاهزه. طبعا حضرتك عارف انه الفرقه بتعاني من ظروف صعبه جدا، يعني احنا عندنا تقريبا تيم كامل غايب عن النادي الاهلي الفتره الاخيره. عندنا معلول وهاني وياسر وايمن ورا، عندنا اجاييه ومعلول، احنا قلنا معلول خلاص، اجاييه ومين تاني كان وليد سليمان، وليد سليمان بس وليد رجع خلاص، بدر ما لعبش الماتش الاخراني بس راجع ان شاء الله جاهز من الاسبوع اللي جاي. ففي كم اصابات، احنا لعبنا ماتش الزمالك ناقصين 7 تقريبا. فهو الخوف كمان انه اللعيبه اللي موجوده يبقى في اصابه ليهم، وخصوصا كمان انه مش بس انت بتتكلم على منافسه في الدوري المحلي، انت في 5 كمان هتروح تلعب ماتشات صعبه جدا في دوري الابطال، وبالتاكيد الجهاز الفني بيفكر وشغل باله وبيحضر للفتره دي. فهي الفكره بس انه مش قصه ضغط الماتشات بقد كمان ما انه الاهلي لعبته مرهقه جدا مستنزفه جدا، وهم يمكن يكونوا اكثر عرضه للاصابه من غيرهم من اللعيبه. على فكره حته الاصابات دي برضو انا احملها، يعني اللعيب لازم يخلي باله على نفسه. أيوة. لازم يخلي باله على نفسه، بمعنى ايه؟ حتى وهو بيلعب، يعني كره ما لهاش لازمه ان انا اخش فيها، ما اخشش، احاسب على نفسي، ما مدش رجلي قوي، يعني لعيب الكوره قبل ما بيتعور بيحس انه هيتعور، في كور كده بتبان. فهي محتاجه من لعيبه النادي الاهلي ان هم يخلوا بالهم بشكل كبير جدا على نفسهم عشان ما يتعوروش. طيب هنكمل كلامنا مع حضرتك وكلامنا عن اللي جاي بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا ان احنا يمكن كمان يومين عندنا ماتش مهم جدا مع المصري، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل سهرتنا مع كابتن خالد جبل. طبعا عشان هو كده يبدو انه يوم الاخبار الحلوه على وش كابتن خالد جدالة طبعا النهارده. وخليني اقول لحضراتكم في البدايه بعد ما رحب بيكم مره ثانيه طبعا انه الاهلي بيوجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للرياضه المصريه. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اصدر بيان عقب اجتماعه اليوم بيعبر فيه عن خالص شكره وعظيم امتنانه لفخامه رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحة على دعمه اللامحدود للرياضة المصرية وكل الكيانات الرياضية، وتعاون مؤسسات الدولة الواضح في إزالة كل العقبات لدفع عجلة التطوير في مجال الرياضة المصرية، الأمر اللي ساعد النادي الأهلي في الحصول على الموافقات النهائية والرسمية على إنشاء الاستاد الجديد بأرض النادي بالشيخ زايد. جاء نص البيان كالتالي: بيتقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه الدائم للرياضة المصرية وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء وإزالة العقبات بالشكل الذي يدفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد. ويجدد مجلس الإدارة العهد على استمرار النادي الأهلي نادي الوطنية في تأدية رسالته السامية وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف القومية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشأ والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية والدعم والمساندة الكاملة لكافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العليا
للبلاد. مبروك على مصر ومبروك على كل الأهلوية. طبعا خبر مفرح جدا، خبر إنشاء أو الموافقة الرسمية على إنشاء وتأسيس وتشييد الاستاد الجديد الخاص بالنادي الأهلي. مبروك كابتن خالد. مبروك يا أحمد، ومبروك على كل جماهير النادي الأهلي. وده مش غريب على القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيدي دعم لكل الأندية الرياضية، وكل يعني هو عايز يعمل مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة، فهو ما بيتأخرش. وطبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب برضو يعني بذل مجهود كبير جدا، وربنا يوفق بإذن الله. إن شاء الله بإذن خطوة أعتقد عملاقة. والنادي الأهلي الحقيقة يمكن بيبص بحكم طبعا التاريخ والبطولات والإنجازات العظيمة، وبحكم الجماهير العاشقة الملايين اللي بيعشقوا اسم النادي الأهلي في كل مكان، لكن الحقيقة بياخدوا خطوات تنافس الأندية العالمية. احنا بنتكلم النهاردة على مقاييس نادي عالمي، هو الأول على مستوى مصر، وهو أول على مستوى إفريقيا يمكن والمنطقة العربية والشرق الأوسط، لكن النادي الأهلي بيتطلع دائما لأنه يكون نادي بمواصفات ومعايير عالمية. واعتقد خطوة الموافقة على انشاء الاستاد الخاص بالنادي الاهلي اعتقد خطوة كبيرة، وخطوة يمكن تكون عملاقة في مشوار الاهلي لطريقه للعالمية. طبعا خطوة كبيرة وخطوة طبعاً عملاقة، وده بنتيجة الجهد اللي بيبذله الكابتن محمود الخطيب برئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ومجلس الادارة، وباذن الله احنا معاهم هنوصل للعالمية ان شاء الله باذن الله. يمكن هنتكلم اكتر كمان على التفاصيل اللي علاقه بانشاء طبعا النادي الاهلي استاد خاص بيه، وقد ايه ده هيكون ايجابي جدا على النادي الاهلي، وطبعا جماهير النادي الاهلي هتبقى سعيده جدا بخبر زي ده. بس خلينا نرحب الحقيقه بالشيف بتاعنا النهارده، شيف محمد عبد الباقي. كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا. كل سنه وانت طيبه ساره، كل سنه طيب يا احمد، كل سنه وانت طيب كابتن خالد. كل سنه وانت طيب يا شيف. كل سنه وانت طيب. منورنا شيف محمد، كل سنه وانت طيب. هو كابتن خالد في العموم يعني قال لنا ان هو بيسحر سحور خفيف، بس احنا النهارده يعني هناخد منه كده كارت بلانش زي ما بيقولوا، ان انا اعمل له الاومليت بالجبنه زي ما هو بيحب، بالجبنه تشيدر. اومليت بالجبنه شغال يا كابتن خالد. شغال طبعا. في ايه تاني يا شيف؟ في ايه تاني؟ في عندنا انواع كتير، عندنا جبنه بالطماطم، وعندنا سلطه بلدي، وعندنا فاكهه، وعندنا عصير. طيب احنا شويه وقبل ما انت تجهز بتاعي. الدنيا انت السحور بتاعك فته او فين السحور بتاعي انا؟ لا انت هتيجي بقى على الطعميه. في الطعميه، الطعميه النهارده في حاجات تانية، في محشي كده. ده السحور بتاع ناس كتير قوي في مصر يا شيف، عارف الموضوع ده، بس مش صحي خالص. في ناس بس الغالبيه دلوقتي بيحاول يبقى سحور خفيف، زبادي كده. في عندنا طبعا زبادي، فسحور خفيف. طب حلو، انت بقى خليكي للفته دي بعدين. بعدين بقى على الفطار، نيجي على الفطار. ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب ومنورنا دايما. خليني اقول لحضراتكم بقى الحقيقه يعني التفاصيل او بيان النادي الاهلي. الاهلي بيحصل زي ما احمد قال على الموافقات النهائيه رسميا لانشاء الاستاد، ويضع حجر الاساس اول شهر مايو ان شاء الله. مجلس اداره النادي عقد اجتماع مساء اليوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب لمناقشه العديد من الموضوعات الخاصه بالنادي. وخلال الاجتماع قدم الكابتن محمود الخطيب لمجلس الإدارة تفاصيل الخطوات العديدة اللي قام بها على مدار الشهور الماضية، والتواصل المستمر مع طبعا الجهات المسؤولة اللي أثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد. وكشف الكابتن محمود الخطيب عن التعاون اللامحدود اللي لقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة، والذي بدأ واضح وكبيرا طبعا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات، ومساندة كمان كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها النادي الأهلي، الأمر اللي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية. وبعد اطلاع المجلس على مقام به السيد رئيس النادي طوال الفترة الماضية من إجراءات في اتجاهات مختلفة، ناقش المجلس الخطوات التنفيذية القادمة للبدء فورا في تحقيق حلم ملايين الأهلوية، وقرر وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد يوم السبت الموافق إن شاء الله 1/5 أو 19 كمان من رمضان. وأكيد طبعا النادي الأهلي شكر السيد عبد الفتاح السيسي طبعا رئيس جمهورية مصر العربية على التعاون ده. والحقيقة زي ما بنقول هي خطوة بالنسبة لكل الأهلوية، حلم كبير قوي. يمكن وإحنا بنفتتح استاد الأهلي والسلام كنا مبسوطين جدا، ودايما بنتكلم على الاستاد الخاص بالنادي الأهلي وقد إيه النادي الأهلي بيواكب فعلا الانديه العالميه ان هو يكون ليه استاد خاص بيه. يا احمد اعتقد كابتن خالد حتى ملعب الاهلي ويه السلام لما بنلعب فيه ماتشاتنا بشكله الجديد بعد مراحل التطوير بتاعته،
بقى في حاجه خاصه كده بشخصيه الاهلي، بقى في شويه من روح النادي الاهلي واحساس الحقيقه. طبعا كنا بنستمتع بالاهلي في استاد القاهره خصوصا لما كان بيبقى فيه جماهير، لكن كون وبيتهيألي حتى بالنسبه للعيبه وهي بتلعب في ارض حاسه ان هو ده ملعبها، اعتقد برضو بتفرق من الناحيه المعنويه والنفسيه الى حد كبير. طبعا بتفرق بشكل كبير، ومن ناحيه النواحي المعنويه والنواحي النفسيه، واللعيبه خدت على الملعب والملعب أيه. حلو جدا وشكله يفرح جدا جدا بعد بصراحة. التغييرات والتطوير اللي حصل فيه، فحاجه تفرح. وزي ما بقول لك يعني كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره هم في طريقهم ان هم ينقلوا النادي الاهلي باذن الله للعالميه ان شاء الله باذن الله. اتكلم معاك شويه عن الماتش المصري. احنا يمكن كنت بتكلم في الاول، احنا حد اللي فات زي النهارده بالظبط كده لعبنا نادي الزمالك الماتش اللي كسبناه 2-1، وبعدها بثلاث ايام لعبنا مع سموحه كان يوم الاربعاء، والسبت اللي هو امبارح لعبنا مع انبي. يعني في خلال ست ايام في اسبوع واحد لعب الاهلي ثلاث ماتشات، واعتقد ان هم ثلاث ماتشات تقال، يعني فرق انبي وسموحه والزمالك طبعا فرق مش فرق ما نقدرش نقول عليه ماتش سهل يعني او ماتش قريب. ومن الثلاث اللي جاي ثلاث جمعه حد هنلعب برده ثلاث ماتشات تانيين، هنلعب المصري وهنلعب الجونه وهنلعب المحله. ضغط ماتشات عنيف جدا، يمكن كان كابتن سيد اتكلم وحضرتك اشرت لده، في ظل غيابات كتير وفي ظل تلاحم مواسم وفي ظل اكتر من بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي، ازاي شايف ماتش المصري وايه الصعوبات اللي ممكن تكون هتواجه النادي الاهلي في ماتش زي ده؟ مصري اعتقد الترتيب بتاعه تقريبا ثالث دوري او رابع دوري في عنده 29 نقطه. المصري ماشي بشكل كويس كويس ولكن احنا امبارح مثلا في مباراه انبي بعد دقيقتين جبنا الهدف الاولاني، دقيقتين كمان جبنا الهدف الثاني. احنا كل ما النادي الاهلي في اي ماتش من الماتشات كل ما هنجيب اجوان بدري هتسهل علينا كتير جدا، وهتفتح الماتش وهتفتح المساحات، لان هتلاقي الفريق المنافس بيبتدي بيهاجم عليك، فهتلاقي المساحات اللي انت تقدر تستغلها وتقدر تهاجم منها. ولكن كل ما يتاخر تسجيل الاهداف دي بتدي صعوبه شويه، لان الدوافع بتاعه الفرقه اللي قدامك المنافسه بتزيد. فانا شايف النادي الاهلي البدايه مهمه جدا، البدايات بدايه اي مباراه مهمه جدا، ازاي يضغط اي فريق منافس بيلعب قدامه على مستوى الدوري في نص ملعبه، وفي نفس الوقت الفرصه اللي تيجي ازاي نستثمرها، يعني ما نضيعش جوان. امبارح مثلا في ماتش انبي اول دقيقتين هدف فرصه جت استغلها حسين الشحات كويس، وبعدين محمد شريف، فالفرص اللي بتيجي لازم نستغلها بشكل صحيح. كويس ونهدف منها عشان نسهل. انت شايل هم افريقيا يا كابتن خالد؟ لا باذن الله انا مش شايل هم حاجه مع النادي الاهلي باذن الله، باذن الله طول ما التركيز موجود وطول ما اللعيبه عندها الدوافع والدوافع بتتجدد من ماتش للتاني، انا ما فيش مشكله باذن الله، لان انا من خلال المباريات برضو البطوله الافريقيه دوري الابطال انا متابع كل الفرق يعني كل الفرق انا متابعها، وشايف ان الفوارق الفنيه عندنا بالنسبه للنادي الاهلي تفوق اي فريق من الناس اللي وصلت في دور الثمانيه. فباذن الله التوفيق، التوفيق مهم جدا، لان عامل التوفيق انت ممكن تعمل كل حاجه وما تاثرش وتبذل سموحه اهو يعني سموحه غاب التوفيق، ممكن نكسب 4-5 ممكن نكسب كتير وخسرنا الماتش. امبارح التوفيق من اول فرصه بتجي لك بتجيبها جون، تاني فرصه بتجيبها جون بتتقدم، فالتوفيق مهم جدا. ولكن احنا تعودنا في كره القدم ان دايما اللعيبه اللي بتتعب وبتبقى مركزه وعندها سمات اراديه وتصميم على الفوز التوفيق لازم بيكون بجانبها، وربنا سبحانه وتعالى بيكلل جهود اللعيبه بالفوز. مين الفرق اللي شايفها فايقه قوي برضو في افريقيا يا كابتن، بما ان حضرتك متابع تقريبا معظم المباريات او كلها؟ فنيا من احسن فريق عجبني سان داونز، ولكن سان داونز فنيا كويس ولكن نفسيا ومعنويا مش من الفرق اللي هتخوفنا، هي تخوفنا هم فنياتهم كويس ولكن بيلعبوا كره حلوه، يعني مش من الفرق اللي هي اجريسيف شويه في اللعب، لا هم فرقه يعني اقدر اقول عليهم فرقه شيك بتلعب كره حلوه كره على الارض. بالنسبه لنا احنا اللعب معاهم هيبقى في نديه كبيره جدا ودي اكتر فرقه عجبتني على المستوى الفني. في فرق تانية بقى زي فرق شمال افريقيا الوداد الترجي، الفرق دي طبعا بتحكم ماتشاتنا معاهم بيبقى في شويه ضغوطات، ولكن برضو فنيا احنا اعلى. اللي راجعين من اصابات يعني الاسبوع اللي جاي ان شاء الله مع بدايه مع اول خمسه كده هيبقى في الحمد لله كذا اسم هيدخل هيرجع التمرين مره ثانيه. سامعين علي معلول ان شاء الله باذن الله راجع، محمد هاني برده راجع. شايف انه اللي راجعين دول تحافظ عليهم وتجهزهم بما انه السكواد اللي بتلعب في الدوري شغاله وماشيه وبتكسب،
وتبعدهم عن المشاركه في الماتشات الدوري المحلي لغايه لما تجهزهم لدوري ابطال، ولا تديهم ماتشات وتدخلهم عشان بياخدوا حساسيه ماتشات ورجلهم تبقى في الملعب ويبقوا برده جاهزين لماتشات افريقيا؟ لا، لازم يرجعوا ولكن على فترات. يعني مش يرجعوا مره واحده، لازم ياخدوا ماتشات ولكن مش مره واحده. على فترات وعلى اوقات معينه من المباريات. يعني مثلا علي معلول هيبقى بقاله فتره كبيره جدا غير. بعيد غير. لما يجي يرجع ما يبتديش. لازم يقعد ياخد تلت ساعه، ياخد له نص ساعه، الماتش اللي بعديه ممكن يلعب شوط لغايه لما رجله تخش في الملعب. وده كله هيعتمد على اللعيب اللي موجود اللي لعب، هل هو ماشي بشكل كويس ولا ان هو ممكن يقعد ويريح. زي مثلا علي لطفي ومحمد الشناوي بعد مباراه الزمالك، علي قدم مباراه كويسه جدا وجي الماتش اللي بعديها محمد الشناوي هو اللي لعب. ازاي هتدي كل الناس في توقيت مظبوط بيقيسه طبعا الجهاز الفني اللي هو على خبره كبيره، فهيبقى على فترات. يعني اللي هيخش بعد الاصابه ليه؟ لان مهم ازاي ان انت تحافظ على اللعيب بعد ما يرجع من الاصابه، لان ممكن انت لو اديته بشكل كبير ممكن الاصابه ترجع له تاني تتجدد مره ثانيه. بالظبط. كابتن خالد، دايما ليك روشتات كده بتقول لنا عليها وبتتحقق بعدها، فاحمد بقى اكتر يتكلم في طبعا الموضوع. احنا اتقابلنا مع كابتن خالد في اخر ماتشات لعبها المنتخب الوطني قبل ما يتاهل رسميا، كانت الجماهير مش راضيه الى حد كبير، او مش عايز اقول مش راضيه، لكن كانت حاسه ان منتخب مصر مش بيقدم الكوره. لو حضرتك تتذكر احنا اتقابلنا في السادسه وحضرتك كمان لما طلبت حضرتك روشتة للمنتخب، فاكر الكلام اللي احنا اتكلمنا؟ فاكر روشتة؟ فاكرها. طب ما تيجي نفكرك بيها. طب نشوف حاجه كده من كلام كابتن خالد لما اتكلمت على روشتة منتخب مصر، ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. أوكي. جاهزين؟ نشوفها مع حضرتك. طب قلت نقول روشتة. اول حاجه، ايوه، قبل التصفيات بتاعه كاس العالم لازم يكون في معسكر على الاقل 10 ايام. على الاقل 10 ايام قبل بدء اول مباراه في تصفيات كاس العالم. مشكله كابتن الفرقه لازم تتحل. احنا بنقول روشتة هم ونقط. تمام. نمره 2، مشكله كابتن الفرقه لازم تتحل. انت ايه رايك الشخصي، وجهه نظرك انت شخصيا في جزئيه شرط الكابتن؟ انا لو مدير فني هحط صلاح. هتحط صلاح؟ بالظبط. ايه اسبابك كابتن خالد؟ اسباب لان صلاح بقى الامل بالنسبه لمنتخبنا، وهو يمكن مش معنى كده، خد بالك. صلاح انا دربته واول واحد يلعبه في الدوري المصري بشكل، بس انا ما بقولش، انا من النوع اللي ما بتكلمش كتير. ايوه. لا انا عايز اعرف. 2010 2011 صلاح كان كل انا مسكت النادي المقاولين العرب. ايوه. الفريق الاول كان مع مدرب صربي اسمه تودروف، وانا كنت بشتغل معاه مدرب عام. صلاح كان قبل ما نمسك احنا كان بيلعب ربع ساعة نص ساعة. أيه. صلاح ابتدى يشترك كلاعب أساسي ومؤثر بشكل كبير جدا بدءا من الفترة اللي أنا اشتغلت فيها المسؤولية. وكان يمكن هو كنا بنلعب النادي الأهلي في الموسم دول، وكنا بنلعب فرقة المقاولين 5 تحت 18 سنة و3 لعيبة تحت 20 سنة. كان النادي الأهلي كان ماسكه كابتن زيزو. ولعبنا في الكلية الحربية، صلاح احرز هدف وفضلنا متقدمين وكسبانين لغايه ما الوقت خلص، وفي الوقت بدل الضايع احمد شكري جاب جول وخلص الماتش تعادل. من الوقت ده صلاح حط رجله كلاعب اساسي في مقاولين العرب، وبان ان هو بروميسنج بشكل كبير جدا واتحط على الطريق المظبوط. ايوه. مش معنى ان صلاح يبقى كابتن الفرقه ان انا بدلعه، لا، ده انا هقرصه جامد، انا هحطه كابتن تيم بس عليه مسؤوليات كبيره جدا. طيب شايف ازاي بقى كابتن خالد ايه اللي اتحقق من الروشتة دي، وده بقى يساهم ازاي في مسيره المنتخب بعد كده؟ كان لازم نفكر المشاهدين بالروشتة دي. اللي اتحقق ان انا شفت حسام البدري طلع تصريح ان خلاص صلاح بقى هو كابتن التيم بالاتفاق مع اللعيبه، يعني هو اتكلم مع اللعيبه الاقدم. ودي حاجه هتريح، هتفوق المنتخب بشكل كبير جدا، وهي حصلت. الحاجة التانية ان المعسكرات قبل مباراة تصفيات كأس العالم لازم يكون في معسكر، ما ينفعش قبل الماتش بيومين ثلاثة المنتخب يتلم وبعدين يلعب. وبرضه هو حسام صرح ان لازم هيبقى في معسكرات تجمعات للمنتخب قبل المباريات. ثالث حاجة انا قلتها بس ما جاتش في التقرير، اختيار اللعيبة، ازاي اختار اللعيبة اللي هي تستحق ان هي تنضم لمنتخب مصر. لان الفترة اللي انا اتكلمت فيها كان الاختيارات برضه ما كانتش على المستوى، كان عليها كلام كتير، كان عليها كلام كتير. فده الكلام والحمد لله وكله اتحقق. يعني هتسحر الساعه كام يا كابتن خالد؟
انا بتسحر الساعه 12 ونص كده يعني في الرينج ده. طب يعني شيف محمد لو جهز لنا السحور ايه رايك نروح هناك نشوف ايه الاخبار؟ يلا اتفضل. انا بحب كمان ابص بص على الحاجه وهي بتتعمل عشان ابقى مطمن واشوف الحاجه مظبوطه ولا نروح لفاصل ونروح نتنقل هناك مع حضراتكم مع نجمنا النهارده كابتن خالد جد الله. خليكم معانا والاهلي في رمضان. مرحبا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين بقى سهرتنا في طبعا الاهلي في رمضان ولسه منورني كابتن خالد جد الله وطبعا الشيف محمد عبد الباقي. برحب بيك مره ثانيه وايه الجمال ده؟ لسه هنتكلم لسه عنه اكتر. ده مش جمال يا شيف. انا حاجز لك الطعميه دي جريمه مبدئيا يعني دي جريمه يعاقب عليها قانون طعميه في السحور دي تبقى هنتكلم اكتر معاك يا طبعا يا شيف بعد ما نروح طبعا لدكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي ونعرف منه اهم قرارات اليوم. برحب بيك يا دكتور. سارة مساء الخير، تحياتي ليكي والأحمد سمير صديقي العزيز ولضيوفكم الكرام ولكل مشاهدي قناة الأهلي، أهلا وسهلا. دكتور شريف مساء الخير وكل سنة وأنت طيب ومبروك طبعا بداية على النادي الأهلي وعلى جماهير النادي الأهلي. يمكن أنا وسارة كنا لسه بنتكلم طبعا على الخبر الخاص بالحصول على الموافقة الرسمية للبدء في إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد. النهارده كان في اجتماع مجلس اداره، ريت تكلمنا اكتر عن التفاصيل وكل ما يتعلق بمشروع انشاء استاد النادي الاهلي الجديد. طيب تحياتي لكم مجددا. واقع الامر انه هذا المجلس انعقد خصيصا من اجل هذا الامر. الحقيقه الاجتماع انتهى قبل قليل وحرص الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بكامل هيئته على توجيه جزيل الشكر وغايه الامتنان والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه. عندي بيان الاول يا احمد بالاضافه الى خبر الاستاد. البيان الاول اللي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقب اجتماعه اليوم ليعبر فيه عن خالص شكره وعظيم امتنانه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه اللامحدود للرياضة المصرية وكل الكيانات الرياضية وكذا تعاون مؤسسات الدولة الواضح في إزالة كل العقبات لدفع عجلة التطوير في الرياضة المصرية. الأمر الذي ساعد النادي الأهلي في الحصول على الموافقات النهائية والرسمية لإنشاء الاستاد الجديد بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد. البيان نصه كان كالتالي: يتقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه الدائم للرياضة المصرية وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء وإزالة العقبات بالشكل الذي يدفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد. ويجدد مجلس إدارة النادي الأهلي العهد على استمرار النادي نادي الوطنية في تأدية رسالته السامية وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف القومية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشأ والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية والدعم والمساندة الكاملة لكافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العليا للبلاد. ده كان نص البيان اللي أرسله أو عبر فيه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن جزيل الشكر وغاية الامتنان والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة كما تعلم أحمد وسارة أنه حلم إنشاء استاد النادي الأهلي هو حلم بالفعل كان يراود الجماهير الوفية والكبيرة من المحيط إلى الخليج. الآن يمكن القول أن هذا الحلم أصبح حقيقة بعد الانتهاء من كل الموافقات، وده الخبر الحقيقة أو المشروع اللي سعى فيه مجلس إدارة النادي الأهلي على مدى 3 سنوات برئاسة الكابتن محمود الخطيب. برضو التفاصيل أضع حضرتك فيها، عقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي. خلال الاجتماع قدم الكابتن محمود الخطيب إلى مجلس الإدارة تفاصيل الخطوات العديدة التي قام بها على مدار الشهور الماضية وتواصله المستمر مع الجهات المسؤولة التي أثمرت عن حصوله على الموافقات اللازمة بخصوص إنشاء استاد النادي الأهلي على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد. وكشف الكابتن محمود الخطيب عن التعاون الكبير واللامحدود الذي لاقاه من المؤسسات الوطنية بالدولة والذي بدا واضحا وكبيرا في دعم الرياضة المصرية وتذليل كل العقبات ومساندة كافة الأندية والكيانات الرياضية ومن بينها النادي الأهلي. الأمر الذي ساعد في إنجاز هذا الملف والحصول على الموافقة النهائية.
وبعد اطلاع المجلس على ما قام به السيد رئيس النادي طوال الفترة الماضية من إجراءات في اتجاهات مختلفة، ناقش المجلس الخطوات الفعلية والتنفيذية القادمة للبدء فورا في تحقيق حلم ملايين الأهلوية. وبالتالي قرر النادي وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي بالشيخ زايد يوم السبت المقبل 1 مايو الموافق 19 رمضان بإذن الله. وبالطبع حرص مجلس الإدارة على إرسال برقية شكر وتقدير للسيد الرئيس، نصها كان الحقيقة بالإضافة للبيان اللي صدر أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، الشكر جزيل وموصول على الدعم الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية. زي ما قلت لحضرتك يا أحمد، دول الحقيقة كانوا أبرز خبرين وأبرز ملفين، وهم موضوعين في غاية الأهمية بيمثلوا الحقيقة نقلة كبيرة جدا ما كانت طبعا لتحدث إلا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة بفضل جهد الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته. كان في قرار أخير اتخذ في هذا الاجتماع أيضا بخصوص مضاعفة مكافآت الفوز الخاصة بكأس كرة اليد، تقديرا للجهد الكبير اللي بذله الفريق الاول لكره اليد بعد فوزه ببطوله كاس مصر، والحقيقه تحقيق نتيجه كبيره في مباراه الزمالك بالامس. وكان الكابتن محمود الخطيب طبعا التقى فريق اليد وهنأهم على هذا الامر، وخد قرار مجلس اداره بمضاعفه مكافئات الفوز. كل التحيه والتهنئه لجمهور النادي الاهلي ولكم وانا تحت امركم في اي شيء. طب كده احنا خلصنا او انتهينا من الناحيه الاجرائيه زي ما فهمنا طبعا من بيان النادي الاهلي، وكده معانا كل الموافقات الرسميه المتعلقه ب البدء في انشاء الاستاد الجديد، مظبوط دكتور شريف؟ صحيح يا احمد، كل الموافقات تم الحصول عليها، يعني انت معاك رخصه مباني دلوقتي ان صح التعبير طبقا للتقاليد والاعراف والقوانين المصريه، وبالتالي الخطوه الان في ملعب مجلس اداره النادي الاهلي بعد ما يضع حجر الاساس يوم 1 مايو. بالتاكيد في خطه لدى المجلس ولدى الكابتن محمود الخطيب هيعلن عنها بشان التمويل والجدول الزمني المقرر الانتهاء منه من الملعب، واذا كانت مدينه رياضيه وحجم المنشات، كل ده الحقيقه النادي الاهلي هيعلن عنه ان شاء الله بالتزامن مع وضع حجر الاساس يوم السبت بإذن الله 1 مايو. إن شاء الله بإذن الله، ويكون حاضر طبعا وموجود معنا على شاشة قناة النادي الأهلي عشان كل الملايين من عشاق النادي الأهلي يتابعوا لحظة أعتقد أنها تكون تاريخية إن شاء الله، وبتكتب سطر جديد وخطوة عملاقة في تاريخ المارد الأحمر النادي الأهلي. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق الحقيقة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، وإذا كان عندك وقت ممكن تلحقنا هنا وتتسحر معانا شريف، هتشرفنا وتنورنا على شاشة النادي الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا، ونرجع طبعا مرة تانية للكابتن خالد جدلة. زي ما قلنا يمكن قبل الفصل كابتن خالد، خطوة مهمة جدا وخطوة يمكن انتظرها كتير من عشاق النادي الأهلي، ويبدو إن احنا خلاص على وشك البدء في تحقيقها ان شاء الله باذن الله. خطوه مهمه جدا وخطوه تسعد جماهير النادي الاهلي، والف مبروك على الكابتن محمود الخطيب. وشك حلو كابتن خالد ان احنا النهارده انفردنا بخبر زي ده. خبر النهارده طبعًا، وامبارح بطوله كاس مصر طبعًا طبعًا، والفوز على انبي، فالحمد لله الواحد الحمد جاي لله في يومين كلهم اخبار حلوه. طبعا طبعا الحمد لله. شفت ازاي بقى بطوله الهاندبول يا كابتن الحقيقه اللعيبه امبارح؟ اللعيبه رجاله وجهاز فني على اعلى مستوى، ومباراه كانت قويه جدا لان الاهلي والزمالك فرقتين جامدين جدا، والروح الرياضيه اللي بعد الماتش كانت حاجه تفرح بالنسبه للعيبه بالنسبه للفرقتين. اكيد صراحه أيوه. الفول ولا بيجي بال انت شكلك جوعتي. انا اول ما انا جعانه بالاول. والشيخ محمد عامل حاجات سحور شيء. لا هو كمان الريحه من هنا غير الريحه من عندكم. تمام. طيب هو احنا عندنا في فول بالليمون وفي بالطحينه وفي بالسلطه وفي بالطحين، قلنا بالطحينه وفي ايه تاني، وفي بالبيض وبالبصل وفي بالسجق. في كان فول بالسجق قبل كده اكلته. طب تحب نعمل ايه النهارده؟ انا فول بالزيت عشان يبقى بالزيت خفيف. واحنا هنا ده ايه يا شيف محمد؟ اومليت. تشيز اومليت. اوكي. هو انت لما بتعمل اكل اللعيبه في رمضان بيبقى برضو من نفس الحاجات الاصناف الرهيبه دي ولا بيبقى ليهم؟ لا ده انا عارف انك بتاكل لعيبه. لا بس لا، الشيف محمد الدالي هو المتخصص بال هو المختص باكل اللعيبه. واكل الجمهور انت المتخصص فيه. انا في رمضان. طب ناخد وصفه بقى من كابتن خالد، اكتر حاجه بتحب تعملها في حاجه سريه يعني. حاجه بتاع انجريدينتس بتاعت كابتن خالد جدل السحور.
انا بعمل البيض الاومليت بالجبنه التشيز اومليت بعمله حلو جدا رومي بالجبنه الشيدر شيدر عشان الرومي بتبقى ممكن تبقى فيها ملح شويه زياده الشيدر بتبقى جميله خفيفه شويه والفول طبعا انا من بتوع الرومي بصراحه بتحب الجبنه الرومي جدا مفيش مشكله والفول طبعا بقى بانواعه طبعا ايه الاكله اللي لازم تكون موجوده او الطبق اللي لازم يكون موجود في السحور يا كابتن في السحور يعني الفول طبعا تمام والزبادي الفاكهه مفيش عسل بطحينه كده عسل بطحينه ده معروف في السحور العسل ده ممكن ممكن العسل بس أكل العسل صحي قوي الصراحه العسل انا بحطه على الزبادي عسل ابيض على الزبادي بالظبط كان عسل اسود بالطحينه عسل اسود بالطحينه ممكن ماشي برضه مش هيقول لا يعني انت بتعملي ايه على دو عموما يا ساره في موضوع السحور ده بعمل ايه هو انا مش قايله لك السؤال ده ما يتسالش على الهوا مش انا قلت لك على الهوا ولا تسالش لا يا ممكن تعملي مثلا عسل بالزبادي هو دي عمايل او تعملي مثلا بيضه مسلوقه بيضه مسلوقه الحاجات دي الحاجات دي سهله بيضه مسلوق سهل فعلا الفول كتبت من كام يوم طريقه عمل الفول وعرفت اعمله وكان سهل انا متاكده ان الطبيخ سهل بس الواحد يدخل المطبخ صح يا شيف اكيد طبعا اللي الطبيخ سهل صح هو سهل طبعا يعني لو انت عاوزه بيبقى سهل كان كابتن خالد بيتكلم ان النفس اهم حاجه سواء تبقى داخل المطبخ وانت حابب انك تطبخ ان انا بالزبط. داخل اطبخ فانا حابب ان انا اطبخ بتفرق كتير لانك انت بتغيري يعني مثلا انا عندي بيت ممكن 50,000 طريقه للبيت بس البيض البلدي ليه طعم تاني برضو يا شيخ مختلف تماما يعني مختلف تماما صح ولا ايه طبعا والطعميه مش تقيله شويه في السحور يا شيخ محمد طبعا اي مقليات بتبقى تقيله شويه الطعميه دي انت اللي عاملها ولا العجينه جاهزه لا العجينه جاهزه واحنا بس بنقليها بس هو فرق الزيت في نصايح في عمال الطعميه والفول للناس تحب تقولها لا انا بالنسبه لي الزيت في البيت انها تتعمل الطعميه في البيت افضل ما اخدها من المطاعم عشان الزيت الزيت يبقى نضيف يبقى نضيف فالطعم بيبقى مختلف انت لو كلتها دلوقتي هتلاقيها خفيفه لكن لو في المطاعم انت مش ضامن ان الزيت اشتغل كام يوم ولا كده احنا هنا مثلا الناس كلها بتقول بسم الله وبتطحن يعني لا معلش بس برضه يا معلش عشان كده بتفرق في الطعم انت لو كلتها بتتكلم على الطعم يعني في الطعم والصحه ايوه طبعا طبعا اللي يقدر يعمل في البيت طبعا يا ريت يعمل في البيت الاكل بيبقى انضف واامن بالذات الطعميه بس مش كل الناس بيبقى عندها قدره تعمل كل يوم في برضه في حاجه بالنسبه للبيض يعني انا البيض انا بحبذه اكله اورجانيك أورجانيك بالظبط انا يعني بتحاشى برضو حته الزفار يعني بيبقى في كذا حاجه كده يمكن انا عشان معدتي برضو حساسه شويه فانا بالنسبه للبيض لما هاكل بيض باكله اورجانيك هو بتاكله ايه يا كابتن خالد اكله اي حاجه بقى عيون اومليت يعني اخر حاجه المسلوق بس انا احب العيون والاومليت طب والبيض بالبسطرمه مش معاكم جميل لا جميل طبعا بس انا بعمل البسطرمه الاول ايوه انا بعرف اعملها بعمل البسطرمه البسطرمه الاول لما عشان تدي طعم اهو الشيف هو عارف مين لو حابب على الهوا دلوقتي تقول له يعني توجه له دعوه بقالك كتير حد من حبايبك ما شفتوش حد من اصحابك حد من فرقتك اللي كان بيلعبوا معاك لو تحب تتسحر معاه توجه له دعوه للسحور دلوقتي كابتن خالد لا كتير كل اللي لعبت معاهم عشان ما اقولش حد وانسى حد مين اقرب ناس كانوا الكابتن خالد اقرب ناس لا يعني انا الفرقه كلها لا مش يعني اللي اتمنى ان هو يكون بيتسحر معايا كابتن محمود الخطيب طبعا كابتن خطيب طبعا يعني اتمنى ان هو يكون موجود ويتسحر معايا واقول له كل سنه وهو طيب اخر مره اتقابلته امتى انت وكابتن خطيب من تقريبا من 3 اسابيع شخصيه محترمه ونجم كبير على كل المستويات الفنيه والاخلاقيه والسلوكيه والنجم دايما لازم يبقى نجم في كل حاجه فهو نجم في كل حاجه ربنا يديله الصحه ربنا يديله الصحه والحقيقه يمكن بيبذل مجهود كبير جدا يعني ناس كتير بتحس بالانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي على مستوى الالعاب الفرق والبطولات لكن هو الحقيقه كمان بيبذل مجهود كبير جدا في تطوير الانجاز التعبير البنيه الاساسيه والبنيه التحتيه للنادي الاهلي ويمكن ده اللي يحس بيه اعضاء النادي الاهلي اكتر من جماهيره طبعا هو قال كلمه امبارح قال كلمتين الناس لازم تحسهم بشكل كويس الاهلاويه واعضاء الجمعيه العموميه قال النادي الاهلي شرف ومسؤوليه طبعا كلمتين دول لما يتقالوا من رئيس النادي الاهلي بيدلوا مدى الجهد اللي هو اللي بيعمله ومدى الشفافيه اللي عنده ومدى حبه للنادي وان هو عايز النادي يكون احسن نادي في العالم
نبتدي بقى تدوق كده وتقول للشيف محمد ايه الاخبار؟ عشان ساره، اصل ساره جعت جدا. باين عليا قوي. هو ساره ممكن تخلص الهواء وما تلاقيش الاكل. مش خلاص بقى، هاكل كل حاجه الحق. لا يا ساره، على حسب معلوماتي بتبتدي سحور من الساعه 1، بتخلص مع اذان الفجر. يعني انت تعرف عني كده؟ انت تعرف او بعد اذان الفجر بشويه. ده احنا لسه كنا بنتسحر مع بعض، ما اكلتش وكملتش طبقي. تسلم ايديك يا شيف محمد، اومليت هايل. هو الشيف محمد الحقيقه كمان طبق السلطه، يعني عامل طبق سلطه اسطوري. والسلطه دي اهم طبق الحقيقه، يمكن المصريين عموما بيحبوا السلطه، يعني السلطه الخضراء خصوصا طبعاً. بس هو اهم طبق المفروض يتحط على السفره، سواء كنا بنتكلم على فطار او سحور. طبعا، ولو الواحد ابتدى بيه الاكل هيحافظ على جسمه. انا فاكر المرحوم كابتن صالح سليم الله يرحمه، مره كنت زدت في الوزن شويه، فقال لي خالد انت زايد، انا مش هقول لك تاكل ايه وما تاكل كل حاجه، بس ابتدي اعمل طبق سلطه كبير وكله. أي. وبعد كده اكل كل حاجه. فعملت طبق سلطه كبير، اكلته طبعا شبعت وبقت عاده من ساعتها بالظبط. فدي حاجه السلطه مفيده جدا طبعا. ايه رايك يا صرف؟ انا لسه ما دقتش. لسه ما دقتش. ما دقتش. انا لسه، انا ناويه كده. بتعذبي نفسك. طب انت مش هتاكل؟ لا انا هاكل طبعا، بس بعد الهوا. بعد الهوا. انا برضو كنت بحاول اعمل كده، بس ما تغرينيش بقى. هو صراحه ريحه الاكل كلها تجنن. يا تسلم ايدك يا شيف والله. انا شيف كل سنه طيبين. بتعمل لنا وصفه فول. انت اكتر حاجه بتحب تعملها فول ايه شيف محمد؟ انا زيت وليمون. زيت وليمون، زيت وليمون، واحيانا بالبصل. في نصايح خاصه بالتدميس نفسه؟ لا، التدميس احنا بنشتري جاهز. بتشتري جاهز يعني؟ بس بنحاول الفول البلدي، يعني يكون محل بيبيع فول بلدي. بلدي. ده بيفرق في الطعم. يعني في تشاينا، لكن الفول البلدي طعمه مختلف. اي حاجه بلدي على فكره طعمها مختلف. الفراوله مثلا بلدي، زي ما بيقول خالد، استاذ خالد، هو البلدي دايما بيبقى فيه الطعم والريحه، في تيست. الطعم والريحه غير بقى اللي هو بتبقى حتى لو في صوب واورجانيك. ولكن الطعم بيبقى زي البلدي، في شكل كويس قوي بس الطعم لا. زي الفلفل الرومي مثلا البلدي، غير الفلفل الرومي التاني الصوب. طيب. مختلف طبعا، يعني ده في حاجات زي ما الاكل اختلف. بل هنا والشيف جدا. الله يهنيك كابتن خالد. اكتر مطبخ بتحبه غير المصري؟ يعني اكل لبناني، اكل ايطالي، بيتزا بقى، واحمد الاكل الايطالي مثلا اكتر. أيوة. الاكل الايطالي بحبه طبعا. أيوة. واللبناني، واللبناني بس طبعا نمره واحد الاكل المصري. المصري. لا، اللبناني جميل. اللبناني جميل، اغلبه مقبلات وخفيف. خفيف. صحيح. بس برضو ما نستغناش عن المطبخ المصري طبعا. لا طبعا، هو اي حاجه هتبقى بعد الاكل المصري. ما تجوعهاش بقى، تقول لها فته. هقول لك انا عايزه فته دلوقتي، وتركيزها يروح والاسئله تتلخبط. زي ما الاكل اختلف، رمضان اختلف كابتن خالد دلوقتي عن زمان؟ يعني بتشوف انه في حاجات في الطقوس وفي شكله وفي عاداته اختلفت؟ طبعا. زمان كانت في الطقوس والعادات اكتر من دلوقتي، يعني برضو ظروف الحياه وانشغال الناس، ويمكن الوباء بتاع كورونا برضو مؤثر. فالدنيا مش زي زمان. زمان كانت الطقوس جميله جدا، وكانت الناس كلها مع بعض. نتمنى باذن الله ان كورونا دي تخلص، والوباء ده والجائحه دي نخلص منها، عشان الناس تبقى على قد ما اثرت فينا طبعا بشكل سلبي، وعلى قد ما كانت محنه للبشريه كلها، مش بتكلم بس على لينا في مصر. لكن انا بشوف الحقيقه انه الاختبار ده من ربنا سبحانه وتعالى، لفت نظرنا لحاجات كتير جدا ما كناش حاسين بقيمتها، وما كناش مقدرين قيمتها واحنا بنتعامل في الظروف العاديه. حاجات كتير قوي اتحرمنا منها، وكانت متاحه قدامنا في وقت من الاوقات ما كناش حاسين باهميتها، او كناش حاسين ب قيمتها. حسينا بيها بعد ما حصلت جائحه طبعا. كورونا. واتمنى ان شاء الله بعد ما الغمه دي ربنا يزحها ان شاء الله، انه الناس ترجع تقدر مره ثانيه وتحس بقيمه الحاجه بشكل كبير. حرمنا من لمه كتير، وحرمنا من حاجات كتير قوي كنا متعودين عليها. نعم صحيح. نعم كتيره جدا اتحرمنا منها، ولكن اختبار من عند ربنا سبحانه وتعالى، واحنا يعني راضيين بكل حاجه ربنا يقسمها لنا. نورتنا وشرفتنا، وهنسيبك تتسحر براحتك بقى. ما انا مش هتسحر غير لما انا اكل طبعا. نورتنا جدا طبعا يا كابتن خالد. كابتن خالد وانت طيب، وكان وشك حلو علينا في يوم اعتقد انه مهم جدا واستثنائي جدا ومفرح لكل الاهلاويه. الحمد لله رب كل سنه وحضرتك طيب يا رب. وانت طيبه الله يخليك، وكل سنه وحضراتكم طيبين. والحقيقه فعلا مبسوطين ان احنا كنا معاكم في يوم الحقيقه في خبر مفرح جدا بالنسبه لكل جماهير الاهلي. ونتكلم انه النادي
الأهلي على خطى العالمية، وطبعا إنشاء استاد خاص بالنادي الأهلي حلم كبير قرب خلاص يتحقق إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، ومرة تانية بكرر التهنئة لكل المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء، وتحية خاصة جدا وواجبة جدا لأهالي الشهداء الحقيقة في مناسبة وذكرى مهمة وغالية وعزيزة قوي على قلوبنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونشوفكم إن شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة، واحتفالياتنا الحقيقة وفرحتنا ب 114 سنة أهلي مستمرة على شاشة النادي الأهلي لأيام جاية كتير. كل سنة وحضراتكم طيبين وتصبحوا على خير.